معرض الصحافة مباشرة من قناة الشروق الإخبارية، إذا جولة بين الصحف الوطنية العربية والأجنبية. وفي مستهلي الصحف الوطنية جريدة الشروق اليومي تأتيكم بثلاثة عناوين رئيسة تقرؤون صدر صفحتها الأولى التي خصصتها إلى العلاقات الجزائرية الإيطالية التي عززت خلال الآونة الأخيرة، وكتبت الجزائر وجهة الإيطاليين. ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي في غضون 9 أشهر فقط. تقرؤون في شأن قضائي 10 سنوات لنجل الجنرال بالقصير و6 سنوات ضد زوخ. وعلى رأس صفحتي الأولى وفي شأن اقتصادي تقرؤون تصنيف اقتصادي للولايات وفق رؤية الرئيس تبون. وفي تفاصيل هذه اليومية مشاهدينا تقرؤون هذا المقال المعنون كالتالي: ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر في أقل من عام، حيث تحل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني هذا الأحد في زيارة عمل وصداقة تستمر يومين في أول تنقل لمسؤولة قصر كيجي للخارج، ما يعكس مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا مكانة الجزائر لدى روما. وتعتبر زيارة جورجيا ميلوني إلى الجزائر الثالثة من نوعها لمسؤول بهذا المستوى، أي رئيس مجلس الوزراء في أقل من عام، بعد تلك التي أجراها الرئيس السابق ماريو دراغي في مناسبتين، الأولى في أفريل 2022 والثانية في جويليا 2022 بمناسبة انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى الرابعة بين البلدين. تقرؤون في قطاع التربية مشاهدينا هذا المقال، حيث تطرقت يومية الشروق في صفحتها الثالثة إلى امتحان الترقية بقطاع التربية، وكتبت إقصاءات بالجملة في هذا الامتحان، حيث شهد الامتحان المهني لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب المستحدثة الذي نظم هذا السبت إقصاءات بالجملة للمترشحين الذين تم منعهم من دخول مراكز الإجراء بسبب التأخر، في حين عبر ممتحنون خاصة فئة الأساتذة عن استيائهم من طبيعة المواضيع التي طرحت عليهم والتي وردت صعبة. إذن عناوين رئيسية أخرى ضمن يومية المساء، وخصصت صدر صفحتها الأولى لهذا الموضوع وكتبت الكرة في مرمى الولات. وتقرؤون مشاهدينا: احتياطي الصرف يؤمن القدرة الشرائية للجزائريين. وتقرؤون مشاهدينا في موضوع آخر: مشاريع السكة أو السكك الحديدية على سكة التنمية الحقيقية. تفاصيل هذا الموضوع تطرقت إليها اليومية في صفحتها الخامسة، إذن افتتاحية اقتصادية بامتياز، حيث تقرؤون على رأس صفحتها الأولى: الاقتصاد والطاقة في قلب أجندة زيارة ميلوني إلى الجزائر. وتقرؤون الرئيس تبون يأمر بالتكفل بمناصرة العميد ميليسا. تقرؤون أيضا مشاهدينا في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال: البحث العلمي لتأهيل الاقتصاد وتعبيد طريق الجزائر إلى بريكس. أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا محمد الطاهر عبادلية تعبئة المجلس لكل الإمكانيات في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتحقيق الأهداف التي حددتها التزامات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة في هذا المجال. وفي مقال جانبي: رسميا الدولة ستشرع في نقل جثامين المغتربين، حيث دخل الإجراء المتعلق بتكفل الدولة بنقل جثامين المغتربين من أبناء الجالية المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن حيز التطبيق بصفة رسمية حسب النائب عن الجالية فارس رحماني الذي يعتبر مندوب أصحاب الاقتراح في قانون المالية 2023، والذي كشف بأن القنصليات الجزائرية شرعت في التنسيق مع الجمعيات الجزائرية بالخارج لإتمام عمليات نقل الجثامين نحو أرض الوطن، حيث تم تجسيد الإجراء خلال شهر جانفي الجالية. افتتاحية اقتصادية بامتياز هي الأخرى تجدونها في يومية النصر،
والتي عنونت نحو إقرار تدابير جديدة لاستعادة الأموال المكتنزة، وتقرؤون الشروع في نقل الحديد الخام عبر القطار بين ميناء جنجن ومركب بلارة. تقرؤون أيضا مشاهدين على رأس صفحتي الأولى: الرئيس يمكن الجماعات المحلية من كافة الصلاحيات ويحثها على خلق الثروة. تقرؤون التوقيع على 7 اتفاقيات بين مؤسسات جزائرية وموريطانية، وتقرؤون مشاهدينا أسفل الصفحة الأولى فيما يخص الوفيات التي سجلت بسبب أحادي أكسيد الكربون والتي تزامنت مع انخفاض درجات الحرارة، تنبيهات بضرورة استعمال الجهاز الكاشف للغازات. تقرؤون مشاهدينا في يومية الخبر والتي خصصت صفحتها الأولى إلى الشأن الرياضي، وكتبت: الخضر يتأهلون بالعلامة الكاملة إلى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين. وتعود إلى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للجزائر، وتكتب: محور الجزائر روما يتعزز. حيث يدل هذا وهو مؤشر على متانة وتميز العلاقات بين البلدين. وتقرؤون مشاهدينا ضمن المسار العربي هذه اليومية الجزائرية والتي تطرقت إلى الوفيات التي سجلت مؤخرا بسبب الغاز، وعنونت: حذاري الغاز القاتل. وتقرؤون أيضا: أمطار الخير تتواصل، هذا ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية أمس السبت باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على عدة ولايات ساحلية وداخلية للبلاد. وفي الاقتصاد على رأس صفحتي الأولى تقرؤون: التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي ومنظمة أرباب العمل الموريطانية. وفي تفاصيل هذا الموضوع يأتيكم هذا المقال المعنون كالتالي: رزيق يشرف بنواكشوط على انطلاق منتدى الأعمال الجزائري الموريطاني. أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق رفقة وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريطاني المرابط ولد نياهي أمس السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الموريتانية. وينظم المنتدى على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط الذي افتتحت فعاليته الخميس الفارط لتستمر إلى غاية الثلاثاء القادم. تقرؤون في الصحافة العربية مشاهدينا هذه الافتتاحية للقدس الأسبوعي والتي كتبت: ليبيا أزمات عالقة واستحقاقات معلقة. حيث لم تسفر اجتماعات القاهرة بين عقيل صالح ومحمد المنفي وخليفة حفتر عن جديد ملموس بصدد التوافق على استحقاقات محورية مثل الانتخابات النيابية والرئاسية وصياغة وثيقة دستورية ما تزال قيد الشد والجذب منذ 6 سنوات. وحتى الصفقات الجانبية بين الفرقاء بخصوص ترشيح العسكر لم تتبلور بما يكفي لإطلاق مسار واضح. تفاصيل هذا الموضوع في هذه اليومية العربية. أما لوموند الفرنسية ضمن الصحافة الأجنبية فخصصت افتتاحيتها لنهار اليوم لهذا الموضوع، وعنونت: الدفاع ميزانية تاريخية بأزيد من 413 مليار أورو. حيث أعلن ماكرون عن الخطوط العريضة لمشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030 الجديد، والذي من المقرر أن يناقشه البرلمان شهر مارس المقبل. ويتضمن البرنامج الجديد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد والتي سوف تبلغ كما ذكرت هذه اليومية أزيد من 400 مليار يورو، بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية شديدة الحدة. بهذا نختم وإياكم معرض الصحافة لنهار اليوم. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. حياتنا الصباحية المتجددة مشاهدينا، مرحبا بكم معنا. إذن دون إطالة نفتح النقاش مع ضيفتنا الحاضرة
في الأستوديو الدكتورة فتيحة سعدوني، أخصائية في الأمراض الداخلية، عن أمراض الروماتيزم، الأعراض، الأسباب، وكذلك العلاج. صباحك سعيد دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباحك أسعد أختي. إذا مرحبا بك دكتورة. حديثنا اليوم، العفو، حديثنا اليوم بلك يهم بزاف مشاهدين يعانيوا من هذا المرض، إذا أمراض الروماتيزم. بداية، وشنو هو الروماتيزم دكتورة؟ نسمعوا بزاف، واحدة تقول لك عندي ظهري ويوجع، مفاصلي يوجعوا، عندي الروماتيزم، نروح الحمام نسخن العضل عظامي، ليس كذلك؟ صحيتي. هنا اللي كاين شويه تما اختلاف في المفاهيم. روماتيزم هو تما اون جينيرال هو التهاب تاع المفاصل. هي كلمه روماتيزم معناتها حاجه عندها اتصال بالمفاصل. المفاصل وشنو هما؟ كي يكون عندي عظم منا وعظم منا لازم باش يتلاصقوا، لو كان يكونوا لاصقين ما تكونش الحركه. دونك باش تكون الحركه كيما دوك هنا لو بواني، عندي عظمه منا وعندي العظام منا وعندي هنا مفصل، هذا المفصل هو اللي يخليني ولا هنا في صبعي ولا، باش تكون الحركه. دونك يكون التهاب تاع هاد المفاصل. والمفهوم الخاطئ هو الناس كاع يقول لك عندي روماتيزم. هو الكلمه روماتيزم اللي راهم يستعملوها عاده الناس هو لاختخوز. لاختخوز حاجه واحده اخرى، عادة يقول لك عنده روماتيزم تاع الكبار، شفتي كيف؟ دوك معليش، حنا في الجزائر رماركينا حاجات، ما اخترعنا كيفاش يقولوا كلمات نعبروا بهم. دونك روماتيزم تاع الكبار هو لاختخوز. لاختخوز ماشي معناتها ماشي التهاب، هو تآكل الغضروف. شفتي كيف؟ تما عندي هذاك المفصل فيه الداخل هذاك القرقيس هذاك الغضروف اللي يخلي لي باش الحاله تما ما يابس كي العظم ما رخو كيما الاخر باش يشد مع العمر. كل ما نزيدوا في العمر، والنساء اكثر من الرجال اكثر عرضه، لان النساء يكونوا محميات من الهرمونات الانثويه. دونك اون فوا تكون في سن الياس وفي لامينوبوز، دونك سرعه فوالا هذاك الاخر، دونك هذاك الغضروف هذا كيتاكل بسرعه اكثر. على بها النساء متعرضات اكثر من الرجال، مي هما ما من الرجال راحين يتعرضوا. والانسان البادي اللي يكون عنده سمنه، دونك يكون عنده الضغط على هاد المفاصل، خاصة سرسور الظهر هنايا ولا لي جنول هنايا، دوك راح يتعرض اكثر باش يكون لاختخوز. اذا الفرق بين لاختخوز حاجة واحدة اخرى. دوك سي تي روماتيزم ديجينيراتيف، يتسمى ما كاش التهاب، كاين تآكل بيان سور يسبب الالم، ما كاش التهاب. هذه اذا كاين فرق بين الروماتيزم اللي فيه التهاب الحقيقي. انا برك وعلاش سطرت على هذايا؟ لانه الناس اللي عندهم لاختخوز ياخذوا بزاف. هذه بالعاني سطرت على هذا، وعلاش بديت بها؟ لانه بما انه كان كيفاش يقولوا خلط بين المفاهيم المفهوم خلط، دوك رايحين ياخذوا مضادات الالم، ماشي مسكنات الالم. مسكنات معناتها لي زونتالجيك، معناتها اي دواء ينحي لك الالم. هما نو يروحوا ياخذوا مضادات الالتهاب، لي زونتي انفلاماتوار، خاصه نون ستيرويديان. ولكن هذوك عند الانسان الكبير اولا يتسبوا في القرحه تاع المعده اللي تكلمنا عليها المره اللي فاتت، يديروا لنا يطلعوا لنا ارتفاع الضغط الدموي، دوك يديروا لنا لاتونسيون، ويفسد ويديروا لنا قصور كلوي، يوصلونا لا سيبزانس غينال ولا دياليز. شفتي وعلاش اكد؟ لانه بلوس نكونوا كبار في العمر، بلوس راح يكون عندنا الالم تاع لاختخوز، بلوس راح نستعملوا لي زونتي انفلاماتوار، بلوس نزيدوا نهلكوا الكيلات تاعنا. هذا سوء التشخيص يكون ذاتي، ولا حتى طبيب احيانا يغلط في التشخيص؟ هو ماشي يغلط في التشخيص، قلت لك استعملنا شغل كلمات جديده، نقول له عندك الروماتيزم تاع الكبار، ماشي فريمون روماتيزم، تسمى سي تان روماتيزم ديجينيراتيف. الوغ كو الروماتيزم الحقيقي هو التهاب في المفاصل. لكن هل هناك تداخل في الاعراض هو اللي ربما خلانا هذاك هو؟ وعلاش كيفاش نفرقوا بلي عندنا روماتيزم؟ ديجا اولا العمر، ديجا اولا العمر هذا ما يخص الروماتيزم. يكون بيان سور، شوفي هما كيف فيهم الم، كيف فيهم الم في المفاصل. دونك الانسان الى الالم في يدك ولا في الرقبه، تولي يدك ما تقدريش ترفديها ولا ما تقدريش تدوري راسك ولا ما تقدريش تمشي ولا، دونك الالم هو نفس الالم. الصعوبه في التحريك تاع هذوك المفاصل كيف، ولكن قلت لك السبب ماشي كيف. دونك
كما قلتي لي واش الفرق بيناتهم؟ اولا ديجا التشخيص، انت كي يكون عندك تجربه ويكون عندك درايه بزوج الامراض تقدري تفرقي بيهم بيناتهم. بصح جينيرالمون لاختخص تكون عند انسان كبير في العمر، قلت لك خاصه الا اذا كان سمين ولا يقدر يوصل لاختخص، ماشي باسكو كبير في العمر مي سي باسكو السمنه تاعو هلكتلو ولا يكون عنده كاش مهنه يخدم بزاف متعبه ولا نقولوا دونك واش نقدروا واش يقدر يكون ثاني الفرق هو في البيولوجي. تما كي ديري تحاليل بيولوجيه كيكون التهاب يكون عندك علامات تاع عندك سيندروم انفلاماتوار بوزيتيف. وشنو هو هذا السيندروم انفلاماتوار؟ عندي بزاف في بزاف تما المكونات، عندي لا سي ار بي، عندي لا في اس، عندنا الالكتروفوز دي بروتين، ديري الراديو، ديري الراديو تاع الاخر تاع الاشعه الصينيه لي غيون اكس، تشوفي كيكون لاخت خاص تشوفي باللي تحك هذاك كيكون روماتيزم تقدري ما تشوفي ما كاين والو. نزيدو كومبليتيو باغ اون ايكوغرافي باغ اون ايغ تسمى كاين حوايج واحد اخرين اكيد. اذا هذا فيما يخص الاعراض. دكتوره استسمحك فقط نذكر فقط برقم البرنامج، يقدروا الناس يتصلوا بنا عبر الرقم الظاهر اسفل الشاشه 023 71 98 71. تصلوا بنا مشاهدينا اذا عندكم ربما تساؤلات فيما يخص هذا الموضوع، ولا عندكم شهاده ايضا دكتوره لما لا الناس يقدموا لنا انسان عاش هذا الحاله المرضيه، ما عليكم غير تتصلوا بنا والدكتوره راح تجيب على هاد التساؤلات. اذا نعاود نولوا للامراض الروماتيزم الحقيقي وشنو هو يعني دكتوره؟ دوكا كي عرفنا الفرق هو التهاب، كاين التهاب هي دو لانفلاماسيون. دونك العلامات راح يكون عندك تورم، يكون نودام، يكون سخون، يعني تبان علينا كي اللي شتي واحد كي يتفعص، شتي كيفاش هذاك المفصل يتفعص على في لا شوفي باغ اكزومبل تولي منفخه وسخونه هكذا، كي تما يكون تورم، يكون حموريه، يكون سخانه فيها، يكونوا لي سين انفلاماتوار. ومن بعد وين كاين مفصل تقدر يكون عندك التهاب، تما يقدر يكونوا هاد المفاصل الكبيره لي زيبول ولا لي جونو، ولا يقدر يكون العمود الفقري. شنو هي الحالات الشائعه دكتوره؟ دوك نهضروا عليهم، تما نهضر لك شكون هما المفاصل. المفاصل عندنا دونك هادوما لي زيبول، لي كود، لي بواني، هادو الكبار، لي جونو، لي شوفي. ومن بعد عندنا الصغار هادوما تاع هادو الاصابع، هادو كاع مفاصل الاخر. وعندنا خاصة العمود الفقري، لانه بين فقره وفقره عندي كيف كيف عندي غضروف وعندي كلش. دونك وين كاين مفصل يقدر يكون عندي التهاب. ومن بعد على حساب وين عندي الالتهاب نقدر انا نفكر لعل هذا المرض ولا هذا ولا هذا، يقدر يكون الاختلاف تاع الامراض. راني نشوف ديجا هنايا الصوره اللي كاين هذه، احتمال كان الاخر سي لابوليغتيغ روماتويد، التهاب تاع الروماتويد هذه خاصه تصيب النساء خاصه. هي شوفي في هذو الامراض تاع الروماتيزم في غالبيه الاحيان ماشي في كامل الاحيان سببها هو خلل في المناعه الذاتيه، يعني كما قلنا هذيك النهار الجسم يخدم اجسام مضاده ضد نفسه. اذا السبب الاول للروماتيزم هو خلل في المناعه، خلل في المناعه مالادي اوتويمين. يقدر يكون الاخر العامل الوراثه كيما لابوليغتريت روماتويد فيها فوالا كيما لابيغ هذه لابوليغتريت روماتويد تقدر يكون فيها عامل الوراثه. الخال فوالا واش راني قلت لك قبيله الانتيغوغاتو كيفاش راح تفرقي؟ لانه بالاسئله الا قلتي لي بلي يما عندها ولا خالتي دوك الاحتماليه وتجيني مراه باغ اكزومبل تجيني اون فام جان وتقول لي بلي راه يوجعني البواني هذا البواني وهذا المفاصل هذوما وحموره وسخونين وتقول لي عندي بنت خالتي ولا بنت عمي ولا عمتي ولا دونك الاحتمال وارد، يقدر يكون ماشي هو بصح الاحتمالات تكون وارده. دونك كان قلت لك الخلل في المناعه، كان عامل الوراثه، وكان الميكروبات. حتى الميكروبات يعني هذه الناس بزاف اللي ما على بالهمش باللي الميكروبات تقدر تؤدي الى كيفاش يقولوا التهاب في المفاصل، خاصه شوفي عند الاطفال، اكثر من الناس اكثر من لي زاجيلد. الاطفال يكون عندهم سكون ابل لو ايغا لو روماتيزم ارتيكولار ايغو اللي يسموه التهاب المفاصل الحاد. هذا الدراري صغار كاع الا شفتيه يعاني من الالام تاع المفاصل وخاصه المفاصل الكبيره خاصة لي جون ولا لي كود ولا وكان عنده غير كيما واحد 15 يوم كان عنده الكراجم كان عنده التهاب تاع اللوزتان ولا كان عنده لاسكارلاتين ولا حب يقول كان عنده كيفاش يقولوا علاقة مع ستريبتوكوك اللي هو ميكروب راح يكون عنده اعراض تاع الروماتيزم يسموه لو ايغا لو روماتيزم ارتيكولار ايغو يقيس هاد المفاصل وعنده
الميزات ديالو. اكيد استسمحك فقط دكتوره معليش. نستقبل مكالمه هذه الشيء يعني عندها شحال وهي تسنى فينا. صباحكم سعيد. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا مرحبا بك معنا الاخت. شكون ومنين كتعيطي لنا؟ انا نعيط لكم من لغواط. مرحبا بك، تحيه الناس لغواط. اختي عايشة عندي سؤال للدكتورة. تفضلي تسمع فيك. عندي انا ديجا عندي لانيمي حادة، عندي لانيمي حادة وعندي دوكا ويسطر عليا ذراعي كتفي ويحبط لي السطر حتى لذراعي جهة اليسرى. احتمالات احتمالات كثيرة. شوفي بما ان امرأة خاطر جنس 47 سنة في عمري وعندي لانيمي حادة جنس انثى، شوفي دوكا ويجع فيا كتفي اليسر ويحبط لي حتى لذراعي. شوفي هي جنس الانثى الاحتماليه تاع الاصابه بان خلل في المناعه اكثر من الرجال. النساء بين 20 و 40 سنه اي اعراض تعاني منها خاصه هادو تاع المفاصل راح نروحوا ديريكتومون احتماليه باللي عندها خلل في المناعه. ولكن بما انها لا دولغ الالم اللي راهي تتكلم عليه يمشي لها في غير الجهه اليسرى احتماليه لانه الروماتيزم راح يكون بيلاتيرال. تسمى كي يكون عندك باكزامبل كيما هذه لابوليارتريت ريماتويد تبدا بهذا المفصل من بعد تروح للمفصل الاخر جينيرالمون سي بيلاتيرال ميم الا ماشي فريمون سيميتريك بصح تكون لا بيلاتيراليتي وما تكونش هكذا زعما غير جهه. وعلاش لو كان عندها روماتيزم تسمى خلل في المناعه التهاب وعلاش يخير هذا اليد ما يخيرش هذا اليد دونك احتماليه عندها لاختخوز احتماليه عندها لاختخوز سيرفيكال لانه لاختخوز سيرفيكال الناس يقولوا بصح مازالها زعما انسان صغير. لاختخوز سيرفيكال تبدا بزاف بكري تبدا في الثلاثينات والمهن اللي يخدم بزاف في الاورديناتور ولا الخياطه ولا اللي يخدم بزاف تما كان مهن يعني تزيد حتى لو كان ما كانت شاقه يعني لانه الراس يتحرك بزاف وهذيك الحركه قلت لك قبيلات تاكل هذاك كيما الصباط نمشوا به تلبسيه غير في العراس ولا تلبسيه كل يوم راح يحفى الطالون تاعو. نفس الشيء الغضروف تاع المفاصل دونك قد ما تحركي قد ما يضحك دونك احتماليه عندها لاختخوز سيرفيكال دونك على بها لاختخوز سيرفيكال على حساب وين باسكو بين فقره وفقره قلت لك عندي هذاك الغضروف على حساب التاكل تاع الغضروف ساعات يتكل من جهه اكثر من جهه دونك العرق دونك لو نير اللي يجوز من هذه الجهه راح يكون شغل تزبط عليه دونك على بها يكون عندها الالم. باغ كونتخ هذه الانيميا اللي راهي تقول عليها ماشي تاثر احتمالي لانه الغلطه اللي يديروها الناس عن بالهم الانيميا سي مالادي باللي الانيميا هي مرض. الانيميا ماشي مرض، الانيميا هي علامه وعرض من اعراض تاع تسمى امراض عديده تقدر تمد لي الانيميا. دونك لازم تروح تشوف دابا التشخيص تاع السبب تاع الانيميا لعل السبب تاع الانيميا هو المتسبب في الالام هذوما. اكيد حنا هذه هي النصيحه تاعك دكتوره لهذا المتصله. اذا نستقبل مكالمه هاتفيه ثانيه. صباحكم سعيد مرحبا بكم معنا. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح الخير عليكم. اولا نشكركم على المشكل هذا اللي درتوه لنا اليوم باسكو انا عندي مشكل الاخت نسال الدكتوره من فضلكم. تفضلي عندي مشكل في الجونو تاعي. المفصل تاعي تعرفي ولا غراني هذو اليومات راني نعاني بزاف. انا في عمري واحد ولا لزوج لانه تقول لك باللي كيجوا بالموازاه يعني في نفس الوقت. لا واحد عندي خلاص. واحد ودرت على ليزاناليز وكاع قالت لي استاذه الدكتوره اللي درت عندها ليزاناليز خرجت باللي عندي عندي لاكتخوز. شفتي؟ قويه. داويت عليها بصح مازال عندي نفس المشكل يعني راه يزيد الالم ما راحش ينقص دكتوره. راهي يزيد الالم قد ما راني نزيد قد ما راهي يزيد الالم راني نعاني بزاف من الجنون تاعي. معليش حنايا موضوعنا نهار اليوم هو روماتيزم لكن معليش تجاوبك الدكتوره لانه كنا تطرقنا عليه يعني بداية الحديث. قالت عندي جنو واحد. شفتي بلوس يكون جهه واحده كيفاش يقولوا المفاصل اللي راح نتحركوا بهم تقولي الاحتماليات على لاختخوز لو فات قالت جونو معناتها توقف معناتها هذا لانه شكون راه يرفد الوزن تاعنا راه يرفده لنا سرسور ظهرنا وراه يرفده لنا لي جونو دونك بما انه راه تعاني من الجونو احتماليه
ارتروز. لا بروف قالت لها طبيبه ارتروز. وعلاش راهي تقول لك كل ما نزيد الالم؟ لان كل ما راهي تزيد راهي يزيد العمر، دونك التاكل راح يزيد، فهمتي كيف؟ دونك على بها الالم راح يزيد. هي الى راهي سمينه لازم تنقص في الميزان. شوفي باسكو بزاف النساء ما فهموهمش باللي تم الوزن عنده علاقة، لأنه راكي تعبزي هذا مفصل وانت راكي تعبزي. علاقة بالأرتروز وبروماتيزم كذلك؟ لا لا، الروماتيزم ما عندوش علاقة بالسمنة. لا قلنا الروماتيزم يعني قلت لك الأرتروز وي عندها علاقة وطيدة مع السمنة. قد ما تكون رقيقة وخفيفة قد ما الألم راح ينقص، لأن كل ما توقف راح توقف عليه، دوك راح يزيد الألم. وكما هنا قلت لها تسمى مسكنات الألم، وشنو الطبيبة تاعها تشوفها خاطر وعلا كاين مراحل لازم لهم عمليات جراحية راهي تندار. وي تقول لك هي خدات دواء بصح ما بعرفش واش من دواء، خاطر راح تاخذ مسكن للالم بصح ما حاش تعوضي لها الغضروف. انت كيف دوك راح تاخذ مضادات الالتهاب راح ينقص لها الالم، لانه قلت لك الغلطه يديروها ياخذوا مضادات الالتهاب، ماشي معناتها كان التهاب، لانهم مضادات الالتهاب مسكنات الالم. دوك ينحوا لا دولور ميم يا با دانفلاماسيون، دوك سا سي غاغيا، على بها تعاود تولي لها. دوك سي ميكانيك، هنا سي انفلاماتوار، لا هنا سي ميكانيك. دوك شوف مع طبيبة تاعها لعل وعسى لحقت المرحلة تاع لي بروتيز، لأنه رانا نديرو لي بروتيز دو جونو سورتو كي يكون ان سول كوتي اكونديسيون تشيان. أكيد إن شاء الله تكون استفادت من الإجابة تاعك. نعاودو نولو الموضوع تاعنا، وحتى يعني المكالمات الهاتفية حبذا لو كانت تكون في الموضوع. موضوعنا لنهار اليوم هو أمراض الروماتيزم، الأسباب، الأعراض، وأيضا العلاج. نعاودو نولو للأسباب اللي قلنا قلت لك الأطفال. شوفي إمام ليزاجولت يقدروا يديروا إغا، مي الاحتمالية تنقص قد ما نزيدوا في العمر. وقلت لك السبب هو لي كاري دونتير ولا لي زونجين بيان سور. راح يمرضوا بستريبتوكوك، وستريبتوكوك شحال يموت على المفاصل ويحب الصمامات القلبيه. دونك هاد الاطفال الا كانوا يعانيوا من الام تاع المفاصل، وخاصه الالام تاع المفاصل تاع الايغال سون سبيسيفيك، عندهم ميزه ما يطولوش، السون بغاف ايميغراتريس، تسمى اليوم يوجعوا تنفخلوا هذه، غدوه كي تجي تشتكي لي هذه تكون برات وتنفخت هذه، السون بغاف ما يطولوش ميغراتريس، تسمى تبدل المكان ويكونوا مرض لي جراجم في 15 يوم اللي جازو، ولا مرض لي انسكارلاتين واحد الحمى القرمزيه هذيك اللي درنا ثاني الاغا. وقلت لك وبعد كي ديري لو بيلون ديري لي زاسلو لي زانتي ستريبتوليزين، وتلقاي باللي هذا الطفل صح كان جاز على ستريبتوكوك. يعني حتى الاطفال المشكله ماشي برك في الروماتيزم، المشكله لانه قلت لك هذاك الستريبتوكوك اللي تسبب في التهاب تاع المفاصل يحب يحب الصمامات القلبيه، هذوك هما اللي يديروا الاخر اللي كيفاش يسموه لي فالفيلوباتي، هذوك هما اللي كي يكبروا لازم لهم عمليه جراحيه تاع القلب المفتوح باش تبراي على حاجه كان تسبب فيها ميكروب يعيش في الفم لي كاري دونتير ولا لي زونجين. دونك يقدر يدير لنا لو ايغا، يقدر يدير لنا لا فالفيلوباتي، ويقدر يقيس لنا لو غا الكيلا، يدير لنا لا جي ان. دونك هاوليك هذا سي سبب ميكروب. شوفي مفاصل، التهاب مفاصل سببه ميكروب، ولكن لانه صرا عامل، لانه صرا تما خلل في المناعه بسبب الميكروب. ومن بعد عندنا الخلل في المناعه، هذيك ليماج كنا نشوفوا هذيك المراه باينين باللي ايدي تاع امراه لانهم صغاريتو واللي راهم اللي عندهم معوجين هكا. وعلاه؟ لانه هذا لا بوليغتريغيماتويد، هذه قلت لك تقيس، خاصه تقيس النساء ويكون فيها عامل الوراثه، والسبب هو خلل في المناعه. وهذه لا بوليغتريغيماتويد تموت. وعلاش قلت قبيله التشخيص لازم ديريه؟ لانه كل روماتيزم وش يحب هذا يحب غير الايدي يقدر يقيس لي جهه واحده اخرى بصح يموت على الايدي. هذوك الدكتوره يحب هذا لو بواني، وهذا الاخرانيين ما يتقاسوش. دونك اي امراه تعاني من هادو بصح تعوجوا لها هادو صدوات خدو لاختخوز تطمن، ماشي لا بوليغتريغيماتويد لاختخوز. لكن في هذه الحاله هل هذا يعود الى ربما هذيك المراه اللي تعجن، هذيك اللي طيب اللي تقوم بالكثير من الاشغال، كي اللي تكون تعجن لوليداتها ما تقول لك بلك مانيش نطيب لهم هاد اليامات مانيش نعجن ضرتني يدي؟ سي لاختخوز، هذيك سي نورمال، حاجه خدمتي بها بزاف، وهادو مفاصل يعياو بصح لا بوليغتريغيماتويد قلت لك ما عندها حتى علاقه مع الشغل، ولكن راح تؤدي وللاسف هذه لا بوليغتريغيماتويد لو كان ما نصيبوهاش بكري، ما نديروش تشخيص بكري ونمدوا الدواء اللي لازم راح تكمل حياتها تعوج يدها. دونك على بها لازم تدير التشخيص مبكرا. دكتوره نفصلوا اكثر لكن بعد استقبال هذه المكالمه الهاتفيه. صباح الخير، مرحبا بك معنا. الو
الو صباح الخير، مرحبا بك معنا سيدتي. صباح الخير اختي امل من غير جن معك. صباح الخير امل، مرحبا بك. عندك سؤال في الموضوع تاعنا لنهار اليوم؟ امراض روماتيزم بنحب نوجهها للدكتوره. اي شاء الله ما كاش مشكله. هو شوفي حبيت نقولها، وين ما يمسني الماء رجليا كي ندير عمليه التنظيف في البيت ولا نغسل القش ولا بعد ساعتين ثلاثه يبداو يوجعوني ويسطرولي ويدوا لي كامل يسطرولي. ماشي يا حديم. شحال في عمرك؟ شحال عندها ما يوجعوك؟ ماشي شوفي هذه الظاهره عندي من سن 30 دائما تبداني كيما هكا، ودوك عندي 57 سنه. وين ما نمس الماء بارد ولا ندير الميراج يقوى عليا الشحط، كل ما نمسوش ما نمرضش، ما يديروا لي والو، ما يجينيش هذا الشحط. رحتي للطبيب شخصتي درتي تحاليل؟ دلخت خاص دلخت خاص. جامي روحت. عمرك ما رحتي؟ لا لا. معليش قادمة خديتي يعني ما رحتيش بصح خديتي مضادات الامل مهدئات؟ ما درت لا مهدئات، ما رحت للطبيب ما درت، قلنا غير من بعد غير من بعد على الماء ما ننظرش، بصح تلمس الماء بارد ولا يوجعني. يلا قادمة نسمع الاجابة تاع الطبيبة. شكرا. شوفي حنايا المدة الزمنية قد ما يقول لي المريض باللي هذيك الحاجة قديمة، تما هذاك كيفاش يقولوا سي لو سين، تما هذيك اللي هي العلامه باللي ما كاش حاجه خطيره. طول الزمن تاع كيفاش يقولوا تاع هذاك الانسان تاع المعاناه هي صديقه الحاجه اللي ماشي خطيره، لانه حاجه خطيره راح تزيد تطور الحاله. خاصة واش قالت؟ قالت ما رحت للطبيب ما والو، انت باش تظني باللي لو كان الم هذا كبير فظيع ما تقدرش تمشي ما تقدرش تكون هاي شافت واحد حب يقول يا امتي تجان لا دولا غالي سوبورتابل وقديمه، مام هي شغل تاقلمت وعرفت باللي البرد اللي يدير لها دوك بالك تولي ما تمشيش في المبارد ولا ما فهمتي كيف. تسمى هنا احتمال كبير، تسمى ما كاش حاجه كراف، بالك من 30 ل 57 صدوات خدو لاخت خاص زادت زادت، وكاين الناس حساسين للبرد هذه باينه واللاخت خاص وكاع المفاصل وخاصه اللاخت خوز يزيد الالم تاعها كي يكون البرد. وعلاش وعلاش السطر وقتاش يكون قوي في الخريف؟ لانه جينا من الصيف سخانه ومن بعد نجوا للخريف، الخريف يجي ندا يجي ندا يجي ندا يجي ندا صباح بكري والعشيه وفي النهار سخانه، دونك والدار مازال ما بديناش نشعلوا الشوفاج ايتو، دونك جينيرالمون لاخت خوز الالم تاعها راح يكون قوي في البرد وخاصة في الخريف، لأنه في الشتاء نلبسوا سخون ونسخنوا الدار، دونك جينيرالمون في الخريف اللي يكون. وقلت لك لاختخوز تسمى إلا قدر الإنسان يتأقلم للآلم خير، قلت لك سينا ياخذ مسكنات الآلم، ياخذهم سوا حبوب، سوا يدير لي بوماد، سوا يدير هذوك لي باتش، سوا يدير هذوك لي جونوياغ ولا باش يقدر يمشي ولا، تسمى كل مريض صاب الحل تاعو. إذا قلتي الأمراض المتعلقة بلاختخوز يتأثروا بالبرد، نفسها نفس حالها الروماتيزم؟ شوفي لانفورماسيون لا لا تقدر تقدر سي نورمال، مفصل اي مفصل يوجع اكثر كي يكون البرد، بصح ما عندوش علاقه كبيره يعني وقتاش كي يحب يجي يجي. وعلاه؟ لانه هاد الامراض اللي مالادي انفلاماتوار اللي يكون سبب تاعهم خلل في المناعه تجي سي دي بوسي ريميسيون، كيما انسان اللي عنده مرض الرب واللي عنده الضيقه تجي لا كريز ومن بعد كي تخلص لا كريز ما كان والو. هاد الامراض هادو ما تاع المناعه تجي تشعل تلهب لا مالادي ومن بعد سا ديبون شحال تقعد ومن بعد تجي تعاود تطفى بالادويه. بيان سور بالادويه علاش نقول لك لازم ندير التشخيص ايتو، لانه فيهم هادو كيما هذه لابوليتريتريماتويد، قلت لك لو كان ما نديروش التشخيص بكري نعطوا لها غير مسكنات الالم، لانه هذا هو الواقع اللي رانا نعيشه، يروحوا ياخذوا لي زونتي انفلاماتوار ياخذوا الكورتيزول والالم يروح، ولكن الاعوجاج ما نقدروش نحميوه وما نفيقوش، الاعوجاج يجي مع الوقت مع الوقت. دونك لازم نديروا التشخيص، وعلى باش نمدوا لهم لي زيمينو سوبريسور رايحين نمدوا لهم مضادات تاع خلل المناعه باش نحميوهم. التحدي هو هذه اللي مريضه لابوليتريماتويد، التحدي هو كل عام هذه النصيحه اللي نقولها للمريضات تاعي، تحط يدها فوق الطابله وتاخذ صوره تاع يديها، التحدي هو انه كل عام يدها تقعد لا ميم شوز جامي تتبدل، لانها راح تتعوج دون سو سونس لو كود فون كوبيتال راح تروح هكذايا ويتعوجوا المفاصل ايتو. دونك هذه لا بوليتريت ريماتويد، مازال انواع واحده اخرى. استوقفك الاكيد انه الهدف من هذه الفقره هي خدمه المشاهدين بالدرجه الاولى، والتفاعل تاعهم راهو كبير مع هذه الصبيحه. صباحك سعيد سيدتي، مرحبا بك معنا.
صباح النور. صباح الخير. اذا اليوم الجنس اللطيف راهو حاضر معنا بقوه. قلنا بلي اكيد قلت انها اكثر عرضه لهذه الامراض. عرضه اكثر. اذا صباح الخير، شكون معنا وينك تعيطي لنا؟ صباح النور مدام، كي راكم لاباس؟ والله غير الحمد لله، على حسب اللهجه من الغرب اكيد. منك تعيطي لنا؟ اكيد من المعسكر. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. ارفعي برك صوتك والدكتوره راهي تسمع فيك باش تقصيها. شكرا اختي، وبغيت نشكركم كثيرا على هذا الحصه، والله رانا نستفادوا منكم بزاف بزاف. يعطيك الصحه. وبغيت نسال الدكتوره الله يخليك، انا عندي مشكل توجعني الكتف تاعي اليسرى وتعطيني الشحط كي شغل كي الكورون لراسي الفوق ويهود لي دي فوا حتى الكود تاعي والبواني ومام في الكتف تاعي من اللور عند الظهر تاني الفوق تضرني دائما في اليسرى، وزعما الام ماشي كاع بزاف صعيبه صعيبه زعما تحتمل. شاولا كيفوت خطره قالوا لي عندك روماتيزم وخطره قالوا لي عندك لاختروز، ومن بعد ثاني كيفوت قالوا لي ديري ان راديو، قال لي هذاك العمود اللي عندنا تاع الفقاري قال لي عند الرقبه تاعك جاي ماي على اليسرى، وكثر هذه الالم تزيد معايا هكا كي يدخل فصل الشتاء ويكون البرد. بغيت نستفسر مدام زعما اش عندي اكزاكت، يعطوني دائما دي زونتي انفلاماتوار ولا هذاك لي جيل اللي كالميلي ايامات ولا شهر ولا بصح يعاود توجور يولي لي الاسطر. يلا قعدي معنا، شكرا على هذا التفاعل الصباحي، يعطيك الصحه. سمحيني مدام الله يخليك، انا هاد الالام نعاني منهم صافي 4 عام، دروك راه عندي 38 عام، كانت عندي 34 عام، دروك راه عندي 38 سنه. الله يبارك، ربي يطول ان شاء الله في عمرك. شكرا جزيلا دكتور. امين يا ربي امين. شكرا جزيلا على كاع المجهودات اللي تبذلوها، شكرا دكتوره مسبقا، نهاركم مبروك. يعطيك الصحه. اذا نهارك مبروك كذلك. نعاود نولي لك دكتوره، يعني قبل ما نروح للاعراض، يعني قبل ما نروح للاعراض يعني نشوفوا ايضا تضارب في التشخيص، يعني حتى الاطباء كل واحد واش يشخصها للاسف منذ 4 سنوات. هذه هي باسكو، وعلاه قلت لك لاختروز نقدروا نسموها روماتيزم ديجينيراتيف، نقدروا تما قلت لك اي الم اي معاناه تاع المفاصل نقدر نسموها روماتيزم، بصح قلت لك الفرق بيناتهم واحد انفلاماتوار واحد ديجينيراتيف، عندها 38 بداتها في 34، واش قلت لك؟ لاختروز سيرفيكال قلت لك تبدا اول مكان في لاختروز لانه الرقبه هي اللي تتحرك بزاف، وكما قلت لك يزيد عليها سورتو في الشتاء وان سول كوتي، وقال لها دوزيام قال لها اختروز، وهذاك هو الاحتمال تاع التشخيص هو لاختروز، ودونك قال لها باللي واش قلت لك قبل؟ قلت لك هذاك كاين هذوما الفقرات وهذاك الغضروف بيناتهم، ومن بعد قلت لك ينقص يقدر ينقص هذا لو كوتي ماشي كيما هذا لو كوتي، دونك هذاك الكوتي اللي ينقص بزاف واش قلت لك؟ قلت لك راح يعبز لنا على لينير، باسكو هنا عندي لونير كيفاش راني نحرك يدي، عندي العصب اللي يمشي هنا كيما العصب اللي يمشي هنا، دونك حنا الناس يعرفوا باللي عرق لاسة في رجلين نسموه عرق لاسة، انا نقول لهم كيما عرق لاسة في رجلين عندنا عرق واحد اخر يجوز منا، وكيفاش نعرفوا بلي الالم تاع لو نير هو يضربك كيما قد كيتريسيتي، تما اي الم يضرب كيتريسيتي كيما الدرس السطر تاع الدرسه سي نيفغ سي اون نيفغالجي، ولا نيفغالجي الاحتماليه قلت لك سيك لاختروز هذيك دارت قاست لي الاخر، دونك وللاسف ما نحبش نحي لها شغل ما عندهاش علاج فوالا، دان كوتي نحب نطمنهم بلي هذا مكان اختروز برك، بصح رايحه كل ما راح تكبر راح تزيد المعاناه، دونك لازم تعرفوا شنو هما السبب، قلت لك لعل عندها طريقه تاعها كيفاش بالك باش تقعد كيفاش تشوف تلفزيون، كاين اللي يقرا باغ اكزومبل يتكا هكذا يعوج راسه، كاين كل واحد كيف يحط تلفزيون عاليه ويدير هكا، كاين اللي سورتو نهار ولينا هادو لي بورتابل ولينا نديرو هكذا، دونك كاين دي بوزيسيون، دونك جينيرالمون ينجح معاهم بزاف لا ريديكاسيون، تنجح لا ريديكاسيون اكثر من مسكنات الالم لانه راح يجي، بصح معليش كي يكون عندها السطر تاخذ مسكنات الالم ما تاخذش الاخر كيفاش نقولوا مضادات الالتهاب، لانه مضادات الالتهاب بالطول قلت لك تطلع على طول مسكنات الامل حتى الالم الالم مصباح وانا نقول الامل 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 لانه قلنا متفائله قلنا متفائله قلنا يا غيان دو غراف ان شاء الله في الخير، يعني يا غيان دو غراف اذا تشرب يعني مسكنات الالم الاخر كما قالت مراهم دير مراهم دير الوضعيه اللي تقعد فيها تحاضر عليها لا ريديكاسيون تشوف مع طبيب تاع ريديكاسيون يعطي لها الميثود كيفاش ميم كي تحركي
راسك عطيتيني فرصه باش نتكلم على داك لو كولي ما يكثروش به لو كولي باسكو كي يكون في لا بيريود تاع لا هي اون بلان كريز يعطونهم هذاك لو كولي اللي يديروا هكذايا سي فري ينقص الالم ولكن يفو با نطولوا به باسكو كي نطولوا به مده كبيره هذاك لي موسكل تاع لهنا صافي يتكلوا الاتكال من الاتكال دونك انت كي تنحي له هذاك تلقايهم نقصوا شويه من كيفاش نقولوا من الصلابه يعني العضلات ما تقعدش مشدوده تعاود تولي الالم دونك على بها نجوزوا به برك لاكريز الفتره هذيك وما نطولوش به من ذاك نعاودوا نولوا له وشنو هنايا كل مريض كما حنا نقول لهم شاك مالادي تانكا كل مريض الطبيب تاعو اللي شافه هو اللي يعطي له التشخيص اذا هضرتي على مثبت الرقبه باش نقصوا من الالم هل بالإضافة من جهة أخرى اليد تاعنا كي تكون تستر علينا نثبتوها كذلك؟ لا باسكو المشكلة راهو هنا صافي كي تثبتي هنا هذاك لو نير ما راهوش يكون في الضيق اشاك فوا دوك نورمالمون الالم ينقص وداير في الليل في الليل كما قلت قبيلات على اللي يخدموا شغل لي تو سي فغي كاين حاجه واحده اخرى يسموه لو سيندروم دو كانال كاربيا هنايا يكون الضيق تاع هذا وي عنده علاقه بالشغل هادي باش نهضروا اللي عنده علاقه بالشغل هو لو سيندروم دو كانال كاربيان سورتو في العصيريتو هدايا تاني عنده مام علاج جراحيه اكيد تحياتي الصباحيه المتجدده لك دكتوره شكرا اذا وصلنا مرحله العلاج خلاص تعرفنا على الاسباب اهم الاعراض الان نروحوا للعلاج فيما يخص امراض الروماتيزم هل هناك علاج وقبل ذلك هل امراض الروماتيزم هي امراض مزمنه يعني اللي عنده الروماتيزم مهما يعالج يروح المرض ويعاود يولي له هكذا قلت لك شوفي برك ما كملناش على انواع الروماتيزم هضرنا على لابوليارتريت روماتويد كاين مرض واحد اخر يصيب اكثر الرجال اكثر من النساء خاطر قلت لك قوس صغير قلنا لابوليارتريت روماتويد خاصه النساء بصح يقدر في نسبه قليله الرجال عندنا نوع واحد اخر تاع الروماتيزم ما يحبش المفاصل تاع برا تسمى بيريفيريك ماشي لي زارتيكولاسيون بيريفيريك يحب سرسور الظهر يحب لا كولون فيرتيبرال يحب كيفاش يقولوا الفقرات كيفاش يسموها العمود الفقري وللاسف يسموها لا سبونديلارتريت اونكيلوزات لا اس بي ا بالعربيه يسموها التهاب الفقرات التصلبي شوفي كلمه تصلب اونكيلوزان لان راح تسوديه راح هذاك العمود الفقري اللي به اللي رانا عندنا هكذا الحركه والنشاط ايتو راح يتسودا بالطول تما لازم نديروا التشخيص بكري لانه لو كان نخلو هكذاك هذوك هما الرجال اللي تشوفوهم في الطريق كي يمشوا هكا مسوديين مام كي يحب يدور كاع راسه لاصق مع الاخر لانه راح يؤدي الى التصلب تاع كامل العمود الفقري لا سبونديلاتريت اونكيلوزونت وتحب تقيس ثاني لو باسان تحب تقيس لي زارتيكولاسيون تاع داخل لو باسان تاع لي ساكرو ايليييد الوغ كو في لا بيريفيري المفاصل الاخرين يقدروا يتقاسوا يقدروا ما يتقاسوش دونك ماذا بينا علاش قلت لك نديروا التشخيص لا سبونديلاتريت الاس بي تكون عند الرجال بصح في نسبه قليله تقدر تكون عند النساء عندنا روماتيزم واحد اخر الناس كاع يعرفوا هو مرض النقرس لاغوت اللي السبب تاعها هو ارتفاع نسبة حمض الأوريك في الـ في الـ في, الـ في الدم وسببه هو أكل كثير تاع اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء اللي زابايتو ويكون عند الناس اللي عندهم لاطونسون اللي عندهم السكر اللي عندهم الكوليسترول يقدر يكون عامل الوراثة ولكن خاصة اللي كونسوم يسموه داير مرض الملوك لأنه الملوك زمان ياكلوا بزاف اللحم الأحمر دونك اللحم الأحمر يؤدي إلى ارتفاع لاسيدوريك يدير لنا هذاك لي كريستو هذوك البلورات تاع لاسيدوريك يتحط في المفاصل وأحب مفصل لاغوت هو صبع الكبير تاع الرجل ولكن يقدر يكون في اماكن واحدة اخرى دونك لازم التشخيص يكون جينيرالمون مر العيد الكبير مر رمضان توي بيان سور لانه سببه الاكل الاخر وعندنا لو روماتيزم بسوريازيك هذه البسوريازيس اللي يسموها بالعربيه الصدفيه هذا مرض جلدي ويحب هادو ما يحب المفاصل جيستومون كوم يحب المفاصل يقدر بالطول يدير لي روماتيزم في كاع المفاصل اللي كان قدامهم المرض يكون خارجي ومع خارجي فوالا من بعد يتاثروا هذوك المفاصل دونك هام ليك انواع تاع الروماتيزمات وكما قلت لك بما انه خلل في المناعه دونك جينيرالمون نمدوا كما لابوليارتريت نمدوا شويه الكورتيزول ماشي بزاف ولكن عندهم ادويه تاعهم خاصه يعني بكل نوع لابوليارتريت روماتويد عندها عندها لو ميثوتريكسات ولا عندنا لا غافا ولا تما عندنا المضادات الخلل تاع المناعه لي زيمينو سوبريسور وهذا لا اس بي هذايا راهو عنده واحد
خمس سنين ولا كاين لابيوثيرابي تما كاين ادويه جديده وفعاله باش نحميو هاد لانه يتقاسوا لي سوجي جان ماشي كيما لاختخوس تقيس لي فيو هادو ما يتقاسوا لي جان دونك الا بدالو في 20 سنه في 40 سنه يكون كومبليتمون ديفورمي يدي لا فام اذا كاين علاج باش نعطوا الامل للمتابعين كاين وعلاش نقول لهم ديروا التشخيص ماشي وحدكم تروحوا تشربوا لي زونتي انفلاماتوار لا ديرنيير فوا العام اللي فات كان مالاد في الاخر في ان سيرفيس دو دياليز في اون كلينيك دو دياليز 60 في الستينات جاء لقصور كلوي لانه عنده لاختخوز برك مي هو كان عشوائيا بطو ميديكاسيون كان ياخذ بزاف لي زونتي انفلامات لحق القصور الكلوي دونك باش نقول لهم روحوا شوفوا الاطباء تاعكم وديروا التشخيص وما تكثروش من سيرتو لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديا والى اختخوز راني قلت لكم باللي ما كاش حاجه خطيره دونك الفو ميو ناخذ غير لي بوماد ندير لي باتش ناخذ لي زونتالجيك كيكونوا امراض هذوما خلف المناعه عندهم اطباء تاعهم عندنا لي روماتولوج وعندهم لي زانترنيس يعني شخصو نبتعدوا كل واحد يروح للطبيب ديالو اللي يعطي له الدواء اللي لازم يعطيك الصحه دكتوره كنت ضيفتنا اليوم في هذا الاستوديو للحديث عن امراض الروماتيزم الاعراض الاسباب والعلاج وكنا استقبلنا عديد المكالمات الهاتفيه وجبتهم على كل تساؤلاتكم الحمد لله تاعهم مشكوره ان شاء الله في ميزان حسناتك دكتوره ان شاء الله هذا هو هدفي في هذه الحياه هو انه قال لك ان سيغتان دوغري دو سافوار يفو لو ليغي وزاد صدقه علم ينتفع به وصدقه جاريه صحيح الحمد لله يعطيك الصحة دكتورة وإياكم إلى فقرة ضيف المورنينغ مع عبير الكباش وضيف الحاضر معنا في الأستوديو إذن بعد قليل فقط هذه الفقرة الصباحية القارة التي تأتيكم يوميا ابتداء من الساعة 8 بمختلف المواضيع اللي تهم المواطنين اللي يتابعوا فينا مع صبيحة هذا النهار إذن دون إطالة أرحب ببلال الكباش صباحك سعيد بلال مرحبا بك والتحية الصباحية موصولة لضيفك كذلك صباح الخير لك فريال ولكل مشاهدي الشروق مورنينغ اذا اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام مازول افلاون مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينغ اليوم الحديث سيكون حول الصيد البحري قطاع ما عرجناش عليه كثير خلال هذا الموسم قطاع دول كثيره وبلدان كبيره يعتبر من اكبر المداخيل تاع الدخل القومي تاعها في الجزائر مازلنا نتكلموا على الاكتفاء الذاتي اذا اسعد باستضافه السيد انتور عبد الرحمن مدير بوزاره الصيد البحري شكرا على قبول الدعوه ومرحبا بك معنا في ضيف المورنينغ شكرا صباح الخير لكم مشكورين على الاستضافه هذه وتحيه خاصه لمشاهدي قناه شروق نعم إذن قطاع الصيد البحري أول مرة تم إدراجه في قائمة القطاعات اللي صنفت في لقاء الحكومة والولاد ما تعودناش على أنه يتم إدراج هذا القطاع في هذا اللقاء الهام وعلاش هذه المرة تم إدراجه سي هندور فعلا سؤال وجيه قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية هو قطاع يشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويشارك كذلك في التنمية المحلية من هذا المنطلق واعتبارا للإنجازات التي تم تحقيقها خصوصا في سنتين الماضيتين سنتي 2021 و2022 وين تم تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى لو نذكر يعني نسبة ارتفاع نسبة الإنتاج تاع الصيد البحري وتربية المائيات من هذا المنطلق تم إدراج قطاع الصيد البحري في لقاء الحكومة ولات نعم لما نتكلموا الإنجازات نقولوا إنجازات بصفة عامة ولكن لما نروحوا للسوق نلقاو باللي الأسعار ما زالت مرتفعة السمك وحتى السردين لمن استطاع له سبيلا بعد ما كان السردين هذا هو الغذاء تاع الزوالية نعم لو كان نعود نوليو الانتاج الصيدي في الجزائر والمراحل التي مر بها يعني منذ فترات او مده زمنيه طويله انتاج الصيد البحري شهد ارتفاع محسوس في السنوات القليله الماضيه لو نتكلم على نسبه النمو المحققه سنه 2022 نشوف انها وصلت لنسبه 19% يعني من بينها 16% من الانتاج الصيدي البحري و67% من انتاج تربيه المائيات
احنا اليوم الهدف تاعنا في وزاره الصيد البحري ولا قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيديه اننا نواصلوا في رفع الانتاج لتلبيه السوق المحلي، لانه الوفره على مستوى السوق راح تدعم يعني استقرار اسعار هذه الاسماك. لو كان نشوفوا يعني مثلا تجربه تربيه المائيات في الجزائر ونقارنوها بدول عديده اخرى، نلقاو باللي في دول اللي عندها اقتصاد بحري واقتصاد صيد بحري متطور، نشوفوا باللي نسبه تربيه المائيات تشكل حوالي يعني وفي بعض الاحيان تفوق 50% من الانتاج السمكي الكلي. احنا بناء لو كان نشوفوا ايضا احصائيات منظمه التغذيه والزراعه يعني منظمه الفاو، نشوفوا باللي النسبه حاليا هي نسبه 49%، يعني تقريبا سمكه من الصيد البحري يقابلها سمكه في تربيه المائيات. احنا في السنوات القليله الماضيه كنا يعني القطاع ادرج تربيه المائيات كركيزه من ركائز دعم الانتاج الوطني من الثروه الصيديه ولا الثروه السمكيه. نشوفوا حاليا في السنتين الماضيتين وين دخلوا عده مشاريع لتربيه المائيات البحريه في الاقفاص العائمه، حاليا 9 ولايات تحوز على مشاريع منتجه للقاجوج الملكي اللي هو الدوراد وذئب البحر. ونشوفوا ثاني بالمقابل ذئب البحر اللودمار. اللودمار نعم. نشوفوا ايضا من الجهه الاخرى يعني تربيه المائيات القاريه مثلا سمك التلابيا، وين لعده سنوات كنا في مرحله تجربه. سمك التلابيا. سمك التلابيا اللي هو البلطي الاحمر. هو سمك يعني مستهلك كثيرا على المستوى العالمي، وين نقدروا نتكلموا عن 20 الى 30% من الانتاج الكلي لتربيه المائيات هو عباره عن سمك التلابيا. لو نذكروا مثلا بلدان عربيه ولا بلدان افريقيه كدوله مصر مثلا في السنوات القليله الماضيه قدرت تتحقق قفزه نوعيه في هذا المجال. شنو البلطي الاحمر يعني؟ البلطي الاحمر هو سمك مياه عذبه. سمك مياه عذبه مصدره النيل، يعني نهر النيل. هو سمك ذو قيمه غذائيه. احنا واش نقولوا له هنا في الجزائر مثلا؟ البلطي الاحمر هو سمك التلابيا. يعني المواطن الجزائري ولا المستهلك الجزائري ما كانش متعود على هذا السمك. كما كنت قلت لك كنا في مرحله تجربه في السنوات الماضيه، وين كانت عندنا ايضا استزراع هذا النوع على مستوى يعني الاحواض السقي، وين كانت ادماج تربيه المائيات في الوسط الفلاحي، وكانت تجربه تقتصر يعني على يعني هذو لي باسين ديريغاسيون، يعني احواض السقي تاع الفلاحين، وين كان المنتوج او المنتج يعني ما كناش نشاهدوه في السوق. حاليا الحمد لله سنه 2021 2022 دخلت كميات معتبره الى السوق المحلي، وين تعرف عليها المستهلك الجزائري والمواطن الجزائري. هي اسماك ذات قيمه غذائيه كبيره غنيه بالاوميغا 3، يعني لو نشوفوا النوعيه تاعها نقدروا نقولوا بانها النوعيه تلبي احتياجات الاستهلاكيه للمستهلك الجزائري. لو نقارنوها باسماك الصيد البحري وفي القيمه الغذائيه تاعها نقدروا نقولوا باللي عندها نفس القيمه الغذائيه. نعم. القيمه الغذائيه كل ما يجي من البحر في عنده قيمه غذائيه، ولكن القيمه الماليه كل غير يخرج من البحر كل عنده قيمه ماليه وين تضرب جيب المواطن حتى ولينا لياكل الحوت ولا لياكل على الاقل السردين تحتسبوه من كبار القوم. اعطيني المعادله، الانتاج كاين والسعر مرتفع، علاش؟ المعادله هي معادله بسيطه اخي الكريم. احنا السوق فيه طلب. قلت برك فقط بلي كاينه مضاربه ثاني في السوق. يعني السوق فيه طلب، وباش نلبيه الطلب بالسوق المحلي يعني في استراتيجيه تاعنا اننا نرفع من الانتاج الصيدي. الكميات الانتاج الصيدي الحاليه يمكن انها تلبي جزء كبير من متطلبات السوق المحلي، لهذا احنا هدف من اهداف تاعنا اننا نرفع هذا الانتاج الصيدي، يعني عبر تعزيز ولا تطوير الصيد في اعالي البحار من جهه، وعبر الرفع من قدرات تربيه المائيات من جهه اخرى، لانه ما عندناش يعني ما عندناش اوبسيون اون اوتر اوبسيون، يعني لازم علينا نرفع من الانتاج هذه من ناحيه اولى. من ناحيه اثنين لو نشوفوا تنظيم السوق المنتجات الصيديه في الجزائر والتجربه اللي قمنا بها هذه السنه، يعني وين استحدثنا
نمط أو طريقة جديدة لتسويق منتجات تربية المائية تمكنتنا من الوقوف على عدة استنتاجات أو استخلاصات. يعني وين تم الاتفاق ما بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات مع مربي المائيات من أجل تسويق منتجاتهم مباشرة من المنتج إلى المستهلك. فتحنا العديد من النقاط على المستوى الوطني، بدينا هنا الانطلاقة كانت من الجزائر العاصمة، وين نشوفوا أنه سمك الدوراد تباع بسعر من 990 دينار، يعني الحجم المتوسط أقل من 300 غرام، حتى 1090 دينار جزائري الكيلوغرام للحجم الذي يفوق 300 غرام، يعني بالنسبة للدوراد هذا بحد ذاته يعتبر مؤشر. شحال كان يدير من قبل؟ كان يدير من نقولوا من 1300 ل 1600 دينار جزائري. هذا بالنسبة سام بواسون نوبل، يعني سمك ممتاز هو سمك الدوراد. ونشوفوا أيضا سمك تيلابيا ونتكلموا على الأسعار ونقارنوه بمنتجات يعني ذات أو باعتباره كمصدر بروتيني ونقارنوه. تيلابيا ماشي راس كاس؟ لا 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 لا، تيلابيا هو سمك يربى في المياه العذبة. يعني تفضل أنا دوك نحوس عليه لهنا يعني هذا التيلابيا. معليش تفضل. لو كان نشوفوا السعر اللي تم أو يتم حاليا تسويق هذا النوع من السمك، يعني السعر تاعو ما يتعداش 600 دينار، رانا نلقاوه في السوق ب 550 دينار، يعني كمصدر بروتيني بامتياز غني بالاوميغا 3، ونشوفوا السعر تاعو ونقارنوه باسعار منتجات اخرى، هو سعر يعني في متناول المستهلك الجزائري. نعم، شحال السعر ديالو البلطي الاحمر؟ السعر قلنا من 500 الى 600 دينار في المتوسط، راهو حاليا 550 دينار عند النقاط التي تم وضعها من طرف. يعني راه قريب رخيص على السردين هكذا. رخيص يعني السردين ايضا لو نتكلموا على سمك السردين، يعني هذه السنه سنه 2022 سمك السردين عرف استقرار الاسعار تاعو على عده فترات من السنه، خصوصا في فتره يعني ذروه الانتاج الصيدي. يعني ما يخفناش باللي اسماك السطح الصغيره عندنا مرحلتين في السنة، مرحلة ذروة الإنتاج اللي تنطلق من شهر ماي حتى نهاية شهر نوفمبر من كل سنة، والفترة الثانية من شهر ديسمبر إلى شهر أفريل تعرف نوعا ما انخفاض في الإنتاج نظرا لعدة عوامل نذكر منها عامل سوء الأحوال الجوية وين تنقص عدد خراجات سفن الصيد البحري إلى البحر. يعني احنا لو كان ناخذوا الفترة الأولى اللي امتدت من شهر ماي حتى لشهر نوفمبر راح نلقاو باللي اسعار السردين يعني ما لم تتجاوز سعر 700 دينار للكيلوغرام الواحد، وين لحقت في بعض الفترات من السنه كشهر جويلية شهر اوت شهر سبتمبر عرفت اسعار يعني في الانزال او في البيع يعني عند المستهلك لحقت حتى ال 200 ولا 150 دينار في بعض المناطق القريبه من الموانئ. دوك في استراتيجيه القطاع اننا رحنا لتربية المائيات وضخ منتجات تربية المائيات في هذه الفترة اللي قلنا عليها أنها فترة تشهد نقص نوعا ما في الإنتاج الصيدي، لأنها يعني فترة تعرف تقلبات جوية وتنقص فيها عدد الخراجات إلى البحر. احنا بهذه الطريقة راح نضمن تزويد السوق بمنتجات اللي هي الدوراد وذئب البحر اللي هو اللودمير والتيلابيا في السوق المحلي دعما للاسعار. بهذه الطريقه يعني رانا نشوفوا حتى الان حاليا اسعار السردين ما راهيش يعني في مستويات كبيره، راهي بقى التاجر. هاد ثلاثه هادو واش عندنا اللي رانا يتم انتاجهم من خلال تربيه المائيات، اللودمار والتيرابيا ودوراد، هاد ثلاثه فقط. هذو ثلاثة يعني اللي يتم الانتاج تاعهم بكميات كبيرة واللي احنا نعولوا عليها كثيرا. كميات كبيرة إذا تكلمنا بلغة الأرقام سي هندور. بلغة الأرقام نتكلموا تربية المائيات 2022 حققنا رقم 8000 طن، يعني بزيادة بنسبة زيادة 67%. وحنا شحال لازم باش نقدروا نقولوا نحققوا اكتفاء ذاتي ونحققوا السعر نطيحوا شوية في السوق؟ احنا لازم علينا العمل كما كنت قلت لك انه العمل المستمر اللي نقوم فيه هو زيادة عدد المشاريع وتوسعة كذلك المشاريع الحالية. الهدف اننا نرفع الانتاج حتى يكون فيه هذاك التوازن ما بين العرض والطلب في السوق، وراح يمكن من تخفيض ولا استقرار الاسعار دائما تكون في مستوى يكون في متناول يعني المواطن الجزائري. لو نعودوا لمعادلة العرض والطلب ونشوفوا يعني منظمة التغذية العالمية اللي هي الواماس انه توصي باستهلاك 6.2 كيلوغرام للفرد الواحد في السنه.
احنا هذا الرقم نقدروا نلحقوا له، نقدروا نحقوه ان شاء الله في سنتين ولا سنوات القليله المقبله، باعتبار انه يعني كاين عده مشاريع مسجله حاليا في تربيه المائيات راح تدخل، وباعتبار انه كما قلنا سنتي 2021-2022 مكنت يعني من انتقال تربية البلطي الأحمر اللي نعول عليه كثيرا أيضا في الصيد البحري، انتقال من مرحلة يعني تجربة إلى مرحلة استثمارية ولا مرحلة اقتصادية حقيقية. يعني لو كان نشوفوا مشروع أو مشروعين حاليا قيد الاستغلال بكل من ولايتي خنشلة وبسكرة، نشوفوا قدرات الإنتاجية الكبيرة تاعهم لإنتاج سمك البلطي، يعني هذا شجعت دخول مشاريع استثمارية خاصة، وانتقل الاستثمار يعني من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص. حاليا عندنا مشاريع بطاقة إنتاجية كبيرة، لو نتكلموا على مشروع في ولاية شلف بطاقة إنتاجية تقدر ب 400 طن سنويا، يعني مشروع رائد راح يدخل الخدمة سنة 2023 يعني انتهت بجميع الأشغال. نشوفوا ايضا مشاريع بولايات برج بوعريريج بولايه عين تيموشنت، والمشاريع القادمه ان شاء الله راح تكون بنفس المستوى بنفس القدرات، وراح نتمكن ان شاء الله من الرفع من انتاج الصيدي، خصوصا انتاج تربيه المائيات اللي كما قلنا نعولوا عليها كثيرا لدعم السوق المحلي بكميات معتبره تحدد ولا تضمن استقرار الاسعار. شحال عندنا حتى الان مزرعه لتربيه المائيات؟ لو كان نشوفوا يعني مزارع تربية المائيات ولا تربية الأسماك البحرية باش نديروا التفرقة ما بيناتهم، مزارع تربية الأسماك المنتجة حاليا يعني اللي فيها استزراع تاع صغار الأسماك ولا اللي راهي دخلت الإنتاج، كاين 17 مزرعة على المستوى ولايات الساحلية، ولاية تلمسان، ولاية وهران، ولاية شلف، ولاية تيبازا، ولاية بومرداس، ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، ولاية سكيكدا. كاين أيضا عدة مشاريع يعني اللي راح تدخل هذه السنة قيد الإنجاز، وين سيتم يعني وضع الأقفاص العائمة في البحر بولايتين، يصل العدد إن شاء الله إلى 11 ولاية هذه السنة، والهدف أننا نعم يعني استزراع المائي ولا استزراع إنتاج أسماك تربية المائيات على جميع الشريط الساحلي. هذه كخطوة أولى. كخطوة ثانية يعني المشاريع الحالية المنتجة الهدف أيضا أننا نوسع منها، يعني أننا نتكلم على عدد من الأقفاص العائمة، نشوفوا باللي كاين مزارع فيها 4 أقفاص عائمة، مزارع أخرى 8، مزرعة بولاية شلف 32 قفص عائم. لو كان نروحوا لهذه الطريقة يعني تعميم تربية الأسماك البحرية على جميع الولايات، ونزيد ونوسع في المزارع الحالية، راح نضمن لا محال يعني ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي. لو كان نشوفوا يعني مزارع تربية المائيات القارية، وين كما كنا قلنا باللي إنتاج البلطي الأحمر كان في البداية على مستوى أحواض السقي، نعم. يعني بكميات ما رايش بالكميات الكبيرة اللي ممكن أنها تدير فارق في السوق، لكن لو نتكلموا على مزارع تربية البلطي الأحمر يعني ذات طاقة إنتاجية كبيرة، حاليا عندنا مشروعان راهم يمدوا المنتوج تاعهم ولا يدخلوا المنتوج في السوق، وكاين 5 مشاريع اخرى ذات طاقه انتاجيه فوق 100 طن، كما قلنا ولايه شلف بطاقه 400 طن، بالنسبه للمشاريع الاخرى فوق 100 طن راح تدخل ان شاء الله الانتاج هذه السنه، وراح توفر كميات كبيره. لو نتكلموا على ايضا كنت طرحت سؤال على الانواع التي يتم تربيتها حاليا في الجزائر، نشوفوا يعني اسماك سدود اللي مازال ما تكلمناش عليه، هو اسماك سدود يعني استزراع سدود عنده سنوات، وحنا نديروا هذه عمليه استزراع السدود بسمك الشبوط اللي غني عن التعريف هو سمك لاكارب، وين رانا نشوفوا فيها على مستوى يباع يعني على مستوى الولايات خصوصا الولايات الداخليه. لو نتكلموا على تجربه ايضا الجمبري الكروفات، وين عندنا يعني تمكننا حاليا من اكتساب التقنيات والتكنولوجيا، مازال ما عندناش التربية ديالها كبيرة، يعني حاليا كما رانا نقولوا كنا في المجال التجريبي، وين عندنا مزرعتين انشئتا بشراكة مع الجانب الكوري في ولاية سكيكدا وولاية ورقلة. الحمد لله اليوم التقنيين تاعنا اكتسبوا هذيك التقنيات والتكنولوجيا تاع تفريخ الجمبري،
ويعني التسمين تاعو جميع مراحل الانتاج تاعو، يعني ماهيش بالشيء البسيط. كاين بعض الدول فقط اللي تتحكم في هذه التقنيات، والحمد لله اليوم في الجزائر نقولوا بلي تحكمنا فيها. احنا في ورقه طارق القطاع تاعنا الهدف اننا يعني ننقل هذه التجربه الى يعني المجال الانتاجي والمجال الاستثماري الحقيقي. ان شاء الله يبقى هدف نتمكن من بلوغه ان شاء الله في افاق سنه 2024، وراح يكون ايضا عنده اثر كبير يعني على الاسعار في السوق، ويمكن انه ايضا يشكل مصدر من مصادر تنويع تصدير بالنسبه للجزائر. نعم. الرئيس كان تكلم في العديد من المرات على ضرورة تحديث أو كذلك تطوير نشاط بناء أو إنجاز السفن أو صناعة السفن، ولن هذا أكيد مشروع كبير صناعة السفن، ولكن لحد الآن مثلا احنا خرجوا العملة الصعبة باش نجيبوا السفن من الخارج، حتى إذا كانت السفن هنا لازم يتم صيانتها في الخارج. هل عندنا هذا على الأقل وش على بالنا احنا؟ دوك أنتم راكم في ظرف القطاع، بالك ربما عندكم أمور أخرى تقدروا تقولوا. نعم، يعني لو كان هذا الشيء اللي كنت قلته وصرحت به كان في سنوات مضت، لكن الحمد لله حاليا نشاط بناء وتصليح السفن في الجزائر عرف ولا شهد قفزه نوعيه، خصوصا سنه 2022 اللي عرفت يعني بناء وتسليم لاول مره في الجزائر سفينتين بطول اجمالي يقدر ب 35 متر، سفينتين يعني المواصفات التقنيه تاعها جيده ان لم نقل ممتازه، وشاركت هذه السفينتين في حمله صيد التونه الاخيره بالمياه الدوليه، يعني نتكلموا على مسافة تبعد عن السواحل الجزائرية بأقل تقدير 500 ميل بحري، يعني تفوق 900 كيلومتر عن السواحل الجزائرية، وشاركت بكل فعالية، وعودة ولات الميناء تاعها ميناء القيد بكل أريحية. يعني لو نتكلموا على سنوات مضت حقيقة سفن كبيرة الحجم كانت تستورد من الخارج وبالعملة الصعبة. المعادلة الآن تغيرت، الآن تحكموا في تقنيات بناء وتصليح سفن، خصوصا سفن كبيرة الحجم. حاليا الحمد لله أيضا عندنا مشاريع لبناء سفن أخرى كبيرة الحجم لأول مرة، يعني سفن راح تدخل الخدمة طول تاعها 37 متر، هو يعني هي سفن كبيرة الحجم. عندنا سفينتان حاليا تبنى على مستوى ورشة خاصة بميناء هنين ولاية تلمسان، كاين سفينتين اخرتان يتم بناؤهما حاليا بورشه خاصه ايضا بولايه بومرداس، سفينه خامسه كبيره الحجم ايضا طول تاعها فوق 34 متر تبنى حاليا بميناء ازفون في ورشه خاصه ايضا. يعني لو كان نشوفوا العمل الممتاز اللي كان القطاع تاعنا بالتنسيق مع دوائر وزاريه اخرى، عمل مرافقه هذه الورشات من اجل توسعه المساحات او الاوعيه العقاريه التي يعني تنشط بها على مستوى الموانئ، وايضا منح اوعيه عقاريه بموانئ الصيد البحري لمستثمرين اخرين. حاليا كاين عده ورشات لبناء وتصليح سفن انطلقت، يعني انطلق الانجاز تاعها فعليا، وهي في تتواجد في نسبه تقدم اشغال يعني جد معتبره، تكلموا على نسبه 70 الى 90% بميناء تلمسان، بولاية شلف، بولاية عنابة، يعني كل هذه الورشات راح الهدف تاعها أنها تساهم في بناء وتعزيز قدرات الأسطول الصيدي الجزائري بسفن كبيرة الحجم، اللي راح تسمح لنا وتمكننا من يعني الانطلاق الفعلي ولا تعزيز يعني الصيد في أعالي البحار، يعني خارج المناطق التقليدية اللي كنا نعرفها. نعم. إذا قلنا انه تربيه المائيات هذه مثلا، وهذه الاسماك اللي راح يتم تربيتها، قلنا السمكه واحده بتعادل سمكه اللي في البحر، الاسعار قلنا مازال مرتفعه، حبينا ولا كرهنا ما من الاسعار اللي منحتها الان ربما تبقى اسعار لبعض الاسماك، ولكن هناك اسماك كثيره
واسماك كثيره مازال الاسعار ديالها مرتفعه. الوزاره مشات لواحد الحل لانه هي تبيع عبر نقاط بيع مباشره من هالمستهلك، ولكن قليل من المستهلكين اللي على بالهم بهذه المعلومه حتى يعرفوا على الاقل لي بوان اللي يروحوا لعندهم يشريوا الاسماك، وهل الاسعار هذه راهي ارخص من الاسعار اللي راهي تباع في السوق العاديه؟ نعم، لو كان نتكلموا على التجربه اللي خضناها هذه السنه، قلنا اللي مكنتنا من الوقوف على عده استنتاجات كانت الغرفه الجزائريه للصيد البحري وتربيه المائيات، يعني بادرت مع منتجي تربيه المائيات بفتح يعني العديد من النقاط على المستوى الوطني، نقاط للبيع المباشر من المنتج الى المستهلك. حاليا كنا تكلمنا على نوعين من الاسماك ولا ثلث انواع من الاسماك اللي هي سمك الدوراد، سمك ذئب البحر، وسمك تيلابيا. والانطلاقه تاعنا كما كنا قلنا كانت من جزائر العاصمه وبلغت عده ولايات. لو نعطيك يعني معلومه انه سمك البلطي الاحمر وسمك الدوراد تم بيعهما يعني على مستوى نقاط بيع باقصى الجنوب، بولايه اقصى ومناطق باقصى الجنوب بنفس الاسعار التي يتم البيع بها على مستوى الولايات الساحليه، ونذكر ولايه ورقلة او ولايه بشار يعني وين عرفت يعني اقبال للمواطنين. حنا الهدف تاعنا ولا العمل اللي راح نقوم به في المرحله المقبله اننا نقوم بتعزيز هذه الشبكه، يعني بتعزيزها بالعمل مع يعني مع ايضا يعني مجهزي سفن حتى نتمكن من تسويق المنتجات الصيديه ايضا، يعني الى جانب منتجات تربيه المائيات من المنتجين الى المستهلكين. هذا يعني هدف من الاهداف اللي رانا نعمل عليها، اننا ايضا انشاء تعاونيات او تعاونيات الصيد البحري، اللي نعرفوا انه تعاونيه الصيد البحري وتربيه المائيات يمكن انها تسوق مباشره المنتجات. وش يستفادوا من التحفيزات هذو مثلا؟ تعاونيه احنا لو كان نعود نولوا الجانب هو جانب تنظيمي، يعني جانب راح يسمح لنا باش ننظموا المهنه وباش يعني نحسنوا من الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه لمهني الصيد البحري وتربيه المائيات. لو نتكلموا على تعاونيات، يعني قمنا على مستوى الوزاره بتتميم القانون 0111 المتعلق بالصيد البحري وتربيه المائيات، وحطينا النظام والقاعده القانونيه لانشاء هذه التعاونيات. بعدها قمنا باستصدار مرسوم تنفيذي، يعني مرسوم 22405 الذي يؤسس تعاونيات الصيد البحري وتربيه المائيات. وش راح يستفادوا هذو المهنيين؟ انهم نعطيك يعني على سبيل المثال انه الاعفاء من الضريبه على الفائده لبياس، يعني كنا ادرجناها على مستوى قانون الماليه وخرجت الحمد لله في قانون الماليه 2023، وين راح تسمح لهذو التكتلات تاع المهنيين اللي راح يتكتلوا على شكل تعاونيات اننا نديروا لهم اعفاء، على تكون عندهم اعفاء على الضريبه على الفائده. وهذو التعاونيات بالطبع كما قلنا الجانب تاعهم الاول هو جانب تنظيمي راح يحسن ظروفهم الاجتماعيه والاقتصاديه من جهه، وكذلك راح يسمح لنا احنا كقطاع اننا نمكنوا هذو التعاونيات من لعب دورهم خصوصا في يعني في تسويق وتوزيع المنتجات، لانهم راح يكونوا سند لنا باش يبيعوا المنتجات مباشره يعني للمواطنين والمستهلكين. لو نتكلموا ايضا العمل اللي رانا نقوموا فيه في اطار يعني العمل ما بين القطاعات، يعني نذكروا منها قطاع التجاره، اننا نقوم بالتحضير لشهر رمضان الكريم ان شاء الله، وين راح نواصلوا العمل هذا تاع البيع المباشر، وراح ايضا نعمل مع مجهزي السفن. وهذو التعاونيات التي تم انشائهم يعني العدد تاعهم حاليا 588، يعني تقريبا 500 تعاونيه راح نواصلوا معاهم العمل، وباش يكونوا معنا في برنامج رمضان ان شاء الله في اسواق الرمضانيه وفي نقاط البيع التي تم استحداثها من طرف الغرفه، وين نوفروا منتجات تربيه المائيات ومنتجات صيديه من المجهزين ولا من مربي المائيات مباشره للمستهلكين. الحادي تاعنا انه كاين اسماك ترب موجوده في الصحراء ويتم تربيتها في الصحراء، هل هذا الحديث رسمي؟ هل وما هي الاليات اللي تم اعتمادها في الصحراء يعني؟
هل هناك اسماك تربى في الصحراء حاليا؟ نعم كاين اسماك تربى في الصحراء. لو كان نعطيك يعني على سبيل المثال في ولايه بشار يعني ب بلدية نجرين بلدية نجرين ولاية تبسة تم منح يعني 6 عقود امتياز في منطقة نشاطات تربية المائيات. كاين 30 عقد امتياز يعني منها 16 في منطقة نشاطات تربية المائيات ببني والنيف و14 ببلدية حسي الهواري بولاية بشار. يعني تم بداوا هذو ولا راح يبداوا؟ منحوهم عقود الامتياز يعني على مستوى منطقة نشاطات. كاين مشاريع يعني في الصحراء لو نذكروا بولاية بسكرة مؤسسة كوسيدار فرع أجريكو حاليا تنتج بولاية بسكرة سمك البلطي الأحمر يعني بطاقة إنتاج 100 طن وهو نفس يعني السمك الذي يتم تسويقه حاليا في السوق المحلي. ونتكلموا على ولاية خنشلة أيضا فيه سمك البلطي الأحمر. نتكلموا على ولاية ورقلة أيضا اللي قلنا فيها الكروفات يعني في مرحلة تجريبية وإن شاء الله راح تدخل المرحلة الإنتاجية الحقيقية. كاين أيضا مشروع بولاية ورقلة لإنجاز يعني جد متقدم مع نسبة الأشغال مع الجانب الكوري أيضا لإنجاز يعني وحدة أو مصنع لإنتاج أعلاف أسماك تربية المائية. هذا صديق وفي للبرنامج مختار بونا يقول انه حوض تربية المائيات بيرشقون ببني صاف موجود ولم يستغل الى حد الان، لماذا؟ حوض رشقون ببني صاف نعم موجود، ما عنديش معلومة. انا المعلومة اللي المهم انا عطيت لك المعلومة معليش ناخذوها وانتم خذوها بالاعتبار وشحلوا يعني المشكلة يعني ممكن لو نتكلموا على احواض. كاين احواض سقي يعني العدد تاعها بالالاف. نعم احنا رانا نقوموا قمنا في السنوات القليله الماضيه ورانا نواصلوا القيام بنفس العمل اننا نديروا ادماج تربيه المائيات في احواض السقي. ممكن نعم. انه يكون حوض من احواض السقي نعم. الفلاحيه راح نواصلوا ان شاء الله وين نتقربوا لكامل الفلاحين وكامل المستثمرات الفلاحيه باش يعني نعزز ونشجع استزراع هذه الاقفاص نعم. السقي ب سمك التيلابيا. لأن انا صباح دخل لي تيلابيا اليوم نروح نشري تيلابيا. تفضل. نعم عندنا على تيلابيا. مستوى اقرب نقطه حاليا من هنا نقطه يعني لافوت دالجي اللي انا متاكد يعني صباح هذا مريت من تما فيها سمك تيلابيا والسعر تاعه تروح تما تلقاه ب 550 دينار 55000 55000 يعني على مستوى لافوت دالجي. شكرا لك سيد هنتور عبد الرحمن مدير بوزارة الصيد البحري، على أمل أن تكون أسعار السمك على الأقل في متناول المواطن والسردين يعاود يولي قيمته الحقيقية والقدر الحقيقي اللي هو مخصص للطبقة أو للزوالية كما احنا نقولوا ماكلة الزوالية، لأنه الآن أصبح باش لغمو. على أمل كل هذا أتمنى لكم كل التوفيق. تربية المائيات أكيد راح تجيب وكلها، راكم شباب تقدروا تقدموا الكثير. شكرا على قبول دعوتنا اليوم. شكرا يعطيكم الصحة على الاستضافة. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا عدد اليوم من ضيف المورنينغ، كان الحديث على الحوت على السردين ويقول لكم تيلابيا راهي ب 55000، أنا شخصيا دوك نروح نحوس عليها وأنتم كذلك تقدروا تروحوا تحوسوا عليها. على من نلتقي غدا إن شاء الله. رائد سمير بوشحيط المكلف بالإعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني، صباحك سعيد سيد بوشحيط، أهلا بك. صباح الخير لك ولكل مشاهدي قناة الشروق نيوز. الأكيد جاء الخير، جاء الشتاء، جاء البرد، جاءت الثلوج، لكن هذا يؤدي في معظم الأحيان إلى غلق بعض الطرقات خاصة الطرقات المتواجدة على مستوى المناطق المعنية بتساقط الثلوج والأمطار. هل لك أن تضعنا سيد بوشحيط في صورة هذه الطرقات؟ نعم بالفعل، فيما يخص حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني التي تأثرت جراء التقلبات الجوية، تم تسجيل عدة طرق مغلقة بكل من ولايات تيزي وزو، البويرة،
الطيف بجاية وكذلك ولاية جيجل، إضافة إلى صعوبة في السير ببعض الولايات كالبدية برج بوعريش وسوق هراس. نذكر أهمها بولاية تيزي وزو، لدينا الطريق الوطني رقم 15 بين ولايتي بويرة وتيزي وزو على مستوى فج تيرور ده مغلق، إضافة إلى الطريق الولائي 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى فج الشلاطة بلدية إفرحون، وكذلك الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي كولان، الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة آسول بلدية أيت بومهدي، هذه الطرق مغلقة بفعل تراكم الثلوج. بولاية البويرة لدينا الطريق الوطني رقم 15 بين بلدية أغبالو وبلدية إفرحون التابعة لولاية تيزي وزو على مستوى كول تيروردا ببلدية أغبالو، وكذلك الطريق الوطني 33 الرابط بين بلديتي البويرة ووسيف بولاية تيزي وزو على مستوى المنطقة السياحية كجدة وتيروردا بلدية الأصنام هو الآخر مغلق. بولاية بجاية لدينا الطريق الوطني رقم 26 ألف والرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط ببلدية شلاطة هو الآخر مغلق بسبب أو بفعل تراكم الثلوج. أما بولاية سطيف لدينا الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف بالضبط على مستوى مشتة والبان بعين السبت مغلق بفعل تراكم الثلوج. أما ولاية جيجل فبها تقريب 6 طرق ولائية مغلقة بسبب تراكم الثلوج، هذه الطرق يعني تقع في مرتفعات جبلية، نذكر من بينها الطريق الولائي رقم 135 ألف على مستوى بلدية أو بوسيف بأولاد عسكر وبرج الطهر، كذلك الطريق الولائي 135 باء بين بلديتي بوسيف بأولاد عسكر والشحنة، الطريق الولائي رقم 142 كذلك بين بلديتي الشحنة وولاية جيجل، الطريق الولائي رقم 137 بين بلديتي سلمى بن زيادة والعوانة، نفس الطريق بين بلديتي إيراغن وسلمى كذلك وزيامة منصورية مغلق هذا الطريق، الطريق الولائي رقم 137 كذلك اللي يربط بين بلديتي سلمى زيادة وتكسانة بأعالي تكسانة هو الآخر مغلق بفعل تراكم الثلوج. بولاية سكيكدا هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلديتي أولاد عطية وكذلك بلدية عين قشر على مستوى قرية الطرس وقرية سيوان، كذلك يشهد صعوبة في السير وتكاتف للتليج للجليد. احنا نقول للمستعملين الطريق بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى. لماذا؟ لأن هذا الطريق يشهد منحدرات ومنعرجات خطيرة، إذا ممكن يشكل يعني خطر على عملية الطريق وعلى المواطنين وحتى يعني على الناس اللي تتنقل لقضاء حاجياتها، إذن التنقل إلا للضرورة القصوى أو بعد يتم فتح هذا الطريق بفعل يعني المجهودات أو الجهود المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني اللي راهي مسخرة جميع الإمكانيات وبدأت في فتح هذه الطرق المغلقة. وبالحديث عن هذه النقطة الأكيد أن مصالح الدرك الوطني سطرت مخطط خاص بهذه التقلبات الجوية وتعمل على قدم وساق من أجل فتح هذه الطرقات وفك العزلة عن هذه المناطق من خلال ربما رش الملح أيضا على الطرقات لتفادي تشكل الجليد. نعم، تم وضع كما تعلمون مخطط تدخل استباقي حسب خصوصية كل منطقة قبل ما تبدأ هذه النشرية الخاصة، تم وضع هذا المخطط وينفذ هذا المخطط من طرف الوحدات القاعدية كالفرق الإقليمية وحدات أمن الطرقات وحدات التدخل بطبيعة الحال بالتنسيق مع مفارز الجيش الوطني الشعبي مع مصالح الحماية المدنية ومديريات الأشغال العمومية من أجل فتح هذه الطرق المغلقة. كذلك على المستوى المركزي تم تشكيل يعني خلية متابعة في إطار متابعة حال شبكة الطرقات إطار هذه التقلبات الجوية الحالية على مستوى مركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الطرق الوطني، لهذه الخلية المهمة نتاعها هي توجيه الوحدات القاعدية من أجل نشر المزيد من الدوريات ونقاط المراقبة والنقاط كذلك التحذيرية على مستوى شبكة الطرقات خاصة الطرق السيارة كالطريق السيارة
مثلا شرق غرب وكذلك الطريق السيار شمال جنوب، كما راينا يعني مرافقه وافراد الدرك الوطني لدوريات الجزائريه للطرق السياره من اجل رش ماده الملح على مستوى هذه الطرق السياره لتفادي الانزلاقات وانحراف المركبات. كذلك يعني هذه الخليه المهمه نتاع الاشراف على الوحدات كذلك وتوجيههم من اجل مرافقه القوافل مثلا قوافل المواد الغذائيه وما الى ذلك. دائما السهر على تكثيف التواجد الميداني عبر محاور الطرق، خاصة الطرق لتشهد تراكم للثلوج أو مثلا ارتفاع منسوب المياه في بعض الولايات كما شاهدنا البارحة ليلا، كان فيه يعني ارتفاع منسوب المياه بولاية تيموشنت بإحدى الطرق الوطنية، وتدخل مصالح الدرك الوطني حتى توجه المواطنين يعني باش ما يغامروش ويحاولوا يقطعوا هذه الطرق لخطورتها. الدرك الوطني سيد بوشحيط استسمحك فقط لحظه، نقطه مهمه، متواجده يعني ميدانيا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق طريقي ولا صفحه رسميه طريقي التابعه للدرك الوطني اللي يوجد فيها استحداث يعني دوري ويومي لمختلف المعلومات فيما يخص الطرق اللي فتحوها، الطرق اللي راهي مغلوقه، وحتى يعني وضعيه احوال الطقس. نعم بالفعل هذه نقطة مهمة يعني وسؤال يعني ووجيه. إذا نحن خلية المتابعة هذه راهي موجودة على مستوى مركز إعلام وتنسيق المرور، وإن كاين صفحة طريقي للطرق الوطني اللي هنا راهي تقوم بتحيين شبكة الطرقات المغلقة تقريب كل يعني تحيين آني كل ساعة مثلا أو كل نصف ساعة مباشرة مع يقوموا يعني المصالح المعنية بفتح هذه الطرقات، يقوموا بوضع الطرق المفتوحة وكذلك إلا فيها يعني تراكم للثلوج أو تساقط كثيف للثلوج ببعض الأحيان نقوم بوضع هذه الطرقات المغلقة، هذا يعني كتنبيه للمواطنين كتوجيه نصائح. وهنا نرجو يعني من المواطنين بتصفح هذه الصفحة لما لها من فائدة قبل التنقل عبر شبكة الطرقات، خاصة يعني هناك خطورة كبيرة أثناء التنقل خاصة في المناطق الجبلية بولايات تيزي وزو لبويرة سكيكدا جيجل صيف، يعني ربما يعني يكون السائق هذا لوحده على متن المركبة وممكن المركبة هذه تتعطل لطارئ ما. هنا يعني نصح المواطنين مستعملي الطريق السواق بضرورة استخدام هذه القنوات الاتصال المتاحة اللي وفرتها قيادة الدرك الوطني على مستوى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي هي صفحة طريقي، عندها أهمية كبيرة، يعني مرحبا بهم في أي وقت، وحتى يعني دعم له 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع خاصة خلال هذه التقلبات الجوية من أجل إفادة هذا المواطن بمزيد من المعلومات المرورية الآلية والدقيقة. أسمحك فقط ناس متواجدة يعني على مستوى النقاط اللي راهي مغلقة حاليا، يعني الدرك الوطني راه يعمل على ربما فتح هذه الطرقات وفك العزلة عليهم باش يكملوا انشغالاتهم، الناس اللي جازفت وخرجت. نعم هناك مثلا بولاية البوليدة بمنطقة الشريعة بالطريق الوطني رقم 37 هذا، وحدات الطريق الوطني كانت بعين المكان يعني موجودة خاصة ليلا مع الوسائل المتحركة بالتنسيق مع السلطات المعنية، وباشرت يعني المهام تاعها في فتح هذا الطريق يعني منذ تراكم الثلوج منذ الدقائق الأولى أو منذ مطلع يعني النهار في الصباح الباكر حتى خلي المواطنين يتنقلوا لقضاء الحاجيات نتاعهم في امن وامان. نفس الشيء بالمناطق هذه اللي راهي على مستوى المرتفعات، يعني كان فيه مخطط استباقي، هذا المخطط يحوي على تعليمات على كيفيه التصرف اثناء تراكم الثلوج بهذه المرتفعات. هي توفير الوسائل البشريه والماديه للتدخل في الحين، يعني ما نخلوش هذا الطريق مغلق لساعات او لايام ومن بعد الدخل، يعني التدخل يكون قبل او يعني بعد ما يتنقلوا المواطنين، المواطن يتنقل في الصباح يجد على الاقل على الاقل الطريق يكون يعني في المتناول يقدر يمشي على متن هذه الطرقات. اكيد شكرا جزيلا الشكر لك الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاعلام بقياده الدرك الوطني، كنت ضيفنا على المباشر للحديث عن هذا الموضوع، كنا حابين نزيد نفصل لكن نظرا لضيق الوقت نتمنى لك كل التوفيق.
شكرا لك. الحديث هنا اليوم مشاهدينا عن التغذية السليمة لمرضى السيلياك مع ماسيليا زواغي أخصائية في التغذية. طلع عليكم كل بداية أسبوع من خلال هذه الفقرة الصباحية. صباحك سعيد ماسيليا، أهلا بك. صباح الخير فريال، ميرسي. إذن ماسيليا، حديثنا اليوم عن التغذية السليمة لمرضى السيلياك. قبل ما نهضروا على التغذية تاعهم، خلينا نتعرفوا على وشنو هو هذا مرض السيلياك. مرض السيلياك كاين اللي يصنفوها في لا سوسيتي ايتون اون اليرجي، معناتها حساسيه. كاين اللي يصنفوها كمرض نقولوا له اون انتوليرونس، معناتها عدم القدره على الهضم. بصح هي علميا تجيب الاثنين، تجيب خصائص الاثنين، تجيب خصائص الحساسيات وتجيب خصائص عدم القدره على الهضم، وهي نقولوا لها اون مالادي اوتو اومين، معناتها مرض المناعه الذاتيه كما لو ديابيت دو تيب 1 ولا كامل امراض المناعه الذاتيه. لانتوليرونس والغلوتين ولا لا مالادي سيلياك، هي عندنا واحد المركب في القمح يقولوا له الغلوتين، هي سي اون بروتين، بروتين كاين في القمح وكاين في الشعير وكاين بزاف حبوب راح نتحطوا عليهم من بعد. هذا المركب الانسان اللي في صحه جيده اللي طولير نورمال يجوزو يفكو بطريقه عاديه ما يصرى له حتى مشكل. الناس اللي عندهم هذا المرض اللي هي لا مالادي سيلياك ولا لانتوليرونس او غلوتين ما يقدروش يهضموا هذا المركب. كي ما يقدروش يهضموا هذا المركب يديروا رد فعل تاع حساسيه واللي هو رد فعل مناعي، لكن ماشي ضد هذا المركب، وين تولي الجسم نتاعنا يدير رد فعل مناعي، معناتها الى تاك، بصح الى تاك با هذا المركب الى تاك الامعاء نتاعنا، دونك يحكم جدار الامعاء نتاعنا يخربوا كامل. على هذاك الشيء نلقاوهم ديما عندهم اوجاع بزاف، وديما عندهم خاصه دي كارونس نوتريسيونيل، نقائص غذائيه، لانه جدار الامعاء ما راهوش يمتص الفيتامينات والمعادن اللي قاعدين ناكلوهم. اكيد كل يعني منطقه في الامعاء تاعنا مختصه في امتصاص فيتامين ما، ولهذا ربما حتى امتصاصها من بعض الفيتامينات راح يتاثر مباشره. اذا كيفاش يعني الناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين نقدر نقول عليهم بليك عندهم مرض سيلياك؟ ماشي كامل، لانه لانتوليرونس غلوتين، حساسيه الغلوتين ماشي هي لا سيلياك. حساسيه الغلوتين وحدها سي اون اليرجي، وين مثلا ما يكونش عندنا عدم القدره على الهضم، عندنا اليرجي ما عندناش عدم القدره على الهضم. هي تنقسم لثلاثه، عندنا حساسيه القمح ايضا سي اون اليرجي غير الغلوتين نتاع القمح برك، ماشي للشعير ولا الجدوار ولا الحبوب الاخرى. عندنا ايضا لا سونسيبيليتي نون سيلياك او غلوتين، سيتادير ماشي لا مالادي سيلياك، ما عندناش كي نديرو لي زاناليز ما نلقاوش بلي عندنا لا مالادي سيلياك، بصح اونطوليغ با لو غلوتين. دونك نقدروا نقولوا في الريال بليك لانطوليرونس او غلوتين، عدم القدره على تحمل الغلوتين، هي المرض الكبير وتحته يجوا كامل هاد الامراض الصغيره. اكيد، لكن كيفاش نفرقوا بلي عندنا هذا ولا هذا؟ يعني عن التشخيص عند الطبيب، التشخيص والتحاليل. مثلا في لا مالادي سيلياك كاين واحد لو دوزاج نديروه تاع لي زونتيكور يقولوا له لونتي ترانس غلوتاميناز، هذا هو اللي اكد لنا بلي عندنا مالادي سيلياك. التشخيص ابتداء من اي سنه؟ وقتاش نفيقوا بلي عندنا مالادي سيلياك نزيدوا بها ولا تطور مع الوقت؟ شوفي لا مالادي سيلياك عندها ان جين كودون، معناتها تقدر تكون وراثيه، نقدروا نزيدوا بها، يقدر يكونوا كاين اطفال صغار اللي زايدين بها. بصح هي جينيرالمون تبدا تتطور من سن ثلاث سنوات اللي نبداو نديكوفريوها. وكيفاش نبداو نديكوفريوها؟ نون سولمون يبدا يكون عندنا هذاك السطر لا دياغي من داك لا كونستيباسيون، ديما كاين الوجع في الكرش، النفخ يكون بزاف. بصح هي في اغلب الحالات تقدري تقولي 70% من الحالات نكتشفوها صدفه اون باراليل مع هذوك النقائص. بزاف ناس يجوا عندهم لانيمي ونديروا لهم لو تريتمون تاع لانيمي وما هذاك الشيء ما يفيدش، دونك من بعد اون سوبسون اسكو كاينه اون مالادي هكذا ولا هكذا، نلقاوها باللي كلا سيلياك. وحنا فتنا وتحدثنا وعلاش هاد الناس يجوهم لزانيمي، لانه جدار الامعاء تاعو مخرب. اكيد. يلا نروحوا ربما نتعرفوا على هذا المرض، هل هو مرض حديث ولا مرض قادم؟ المرض هذا ماشي حديث، المرض هذا الى توجور اكزيستي، كان كاين من بالك اكثر من 10000 سنه. هذا المرض اصلا ما كانش اسمه لا مالادي سيلياك، قبل 10000 سنين كي كانوا كاينين لي ميدسان غريك الاطباء اليونانيين كانوا يسموه كولياكوس. كولياكوس بلو غريك معناتها البطن، معناتها الابدومين، نسبة للمكان تواجد هذا المرض هذا. دونك كانوا يسموه كولياكوس، بصح في قديم الزمان ما كانوش يعرفوا من وين راه يجي، يعرفوا لي سامبتوم تاعو اللي انا نتحدثوا عليهم، ما كانوش يعرفوا منين راه يجي. مع تقدم السنين في 1888 كان ان ميدسان ان بيدياتر تاني اللي هو سيت ان بيدياتر من بريطانيا العظمى، كانوا يقولوا له دكتور سامويل جي. هذا دكتور سامويل جي قدر يدير لنا العلاقه ما بين لا مالادي سيلياك وبعض السكريات، لكن
كان مازال ما سماهاش سيلياك وكان مازال ما اكتشفش وش هو المكون. وقتاش حتى اكتشفنا وشنو هي لا مالادي سيلياك وش هو المكون؟ ثاني صدفه في الحرب العالمية الثانية كان واحد الدكتور يقولوا له دكتور ديك. هذا دكتور ديك كان معروف وعنده بزاف كتب وعنده بزاف روايات، كان كاتب أيضا، كان يداوي الأطفال ضحايا حرب العالمية الثانية أون هولندا في لي بايبا، كان يحكم يداويهم غراتويتمون وكلش. كي كان يداوي هذوك لي زونفون كان يشوف بلي عندهم هذا المرض. اي هو في 1890 باش قدرنا نخرجوا لي بروميير اناليز باش ديكوفرينا بلي كاينه حاجه اسمها لا مالادي سيلياك وعندها علاقه مع الجلوتين. دونك مرض الى توجور اكزيست. لكن يعني انا حتى خلال تحضير لهذا الموضوع يعني صادفتني مقالات وحتى فيديوهات تقول انه هذا المرض جاء يعني بعد التدخل البشري في يعني مكونات القمح. القمح نقدروا نقولوا زاد ماشي جا، باسكو القمح من اللي خلق القمح فيه الجلوتين، من اللي خلق، من اللي خلق ربي الدنيا القمح فيه الجلوتين، الجو دار فيه الجلوتين، الشعير فيه الجلوتين، تريتيكال فيه الجلوتين، كامل هذه الحبوب فيها الجلوتين من اللي خلقت الدنيا. بصح وشيه بالك زاد لانه اون كونسوم بلوس دو سيريال، بالك لي بي اللي يستعملوا لو بلي او جي ام المعدل الجيني يقدر يكون فيه. بصح ما نقدروش نقولوا بلي حتى وين بدلنا باش ظهر هذا المرض، نقدروا نقولوا بلي زاد هذا المرض. اكيد. يلا الان ماشي الناس لم يتبعوا فينا اللي عندهم الم يعني في المعده تاعهم ولا في الامعاء تاعهم يروحوا مباشره ينحوا الجلوتين، اليس كذلك؟ لا لا، لازم يروحوا يشخصوا هذا المرض، لانه اتونسيون كي يكون عندنا نكونوا في صحه جيده ونحكموا نروحوا ديريكتومون نشخصوا نفوسنا ونروحوا نحبسوا الجلوتين، نقدروا نطيحوا في بزاف نقائص غذائيه. لانه هاد لي سيريال اللي قاعده نحكي عليهم الحبوب دوكا كي نحيهم من الغذاء تاعي وانا ما نحتاجهم شغل ما يديروا لي والو، ما يمرضوني ما يديروا لي والو، نقدر نطيح في بزاف نقائص غذائيه كما الناس اللي يجيهم لانيمي كما بزاف فيتامينات وما عاد ما حتخرج من الغذاء تاعنا. دونك يا مستحسن اننا نروحوا نشخصوا هذا المرض الا كان عندنا كامل هاد لي سامبتوم. حنا يعني كانت عندنا هنايا ضيفه صانعه حلويات مختصه في صناعه الحلويات الخاصه بمرضى سيلياك، نوجه لها تحيه بهذه المناسبه. لكن خلال فتره الحمل تاعها كانت شهات حاجه ما قدرتش تحكم في نفسها، شهات القرنطيطه، تخيلي ماسيليا. اذا كاين بزاف راهم يتابعوا فينا يقول لك معليش ناكل ومن بعد نشرب دواء، اذا هذا كيفاش راكي تشوفي يعني هذه الخطوه تاعهم خطيره على الصحه تاعهم؟ هي بون لي بواشيش الحمص ما فيهمش بزاف الجلوتين، فيهم يا ربي وهذه مع التعديل اللي جات فيها حاجه صغيره، بصح هذه تاع نشرب وناكل ومن بعد نشرب الدواء بالك نقدروا نديروها على مرض اخر بصح ماشي على السيلياك، لانه السيلياك اصلا ما عندوش الدواء لحد الان، الدواء الوحيد تاعو هو ريجيم سون سيلياك سون جلوتين باردون. دونك وكان جا عنده دواء بالك. اكيد. يلا نروحوا اذا الاعراض تاعو، الاعراض اللي تخلينا نعرفوا انه عندنا مرض سيلياك ولا الطفل تاعنا عنده مرض سيلياك. الحاجه الاولى كما قلنا من قبل نبداو نشوفوا اعراض على الجهاز الهضمي. دونك نبداو نقدروا نشوفوا دي دياري دي كونستيباسيون، نقدروا نشوفوا دي بالونمون انتفاخ، نقدروا نشوفوا سطر الوجع في الابدومين في الكرش، نقدروا نشوفوا الدوخه والفشل. الدوخه والفشل منين يجونا؟ كي يكون عندنا السيلياك ما راناش نمتصوا فيتامينات ومعادن، دونك ما راناش نمتصوا الفيتامينات اللي تعطينا بالك طاقه ولا ما يجيبوش طاقه مي اللي يحسونا بالطاقه، نقولوا مثلا لا فيتامين سي ولا لو فيغ باش يديرنا لانيمي ولا. دونك كامل هذا المؤثرات على انه ما امتصيناش المعادن، يقدر يجينا الدوخه، الفشل، حاسس بالارهاق، بالك الطفل يروح له التركيز، دونك هادو كامل سي دي سامبتوم تاع لا مالادي. هنا في هذه النقطه واش نديروا باش ناكدوا اسكو سي لا مالادي ولا لا؟ نروحوا نشوفوا ان غاسترو، دونك نشوفوا الطبيب المختص. الغاسترو جينيرالمون واش يدير؟ الحاجه الاولى يعطي له ان ريجيم سون جلوتين يسيي معاه، الا كان تاكدنا تحسن ما نكونفيرمي واش صرت، ما ناكدوش مباشره انه المرض. واش نحكموا نديروا هذا لو تيست اللي حكيت لك عليه، دونك نديروا ان تيست انتيكو اونتي ترانس غلوتاميناز ومن بعد نشوفوا الا كان خرج بوزيتيف معناتها سي لا مالادي سيلياك. يلا اذا خرج هذا الاختبار يعني ايجابي يعني عندنا مرض سيلياك، الاكيد نتبعوا حميه غذائيه اللي هي العلاج الوحيد كما سبق واشرتي. في ماذا تتمثل هذه الحميه الغذائيه؟ الحميه الغذائيه عند هذا المرضى ما نقدرش نقول لك بزاف سهله في ريال، لانه حنايا كشعب ولفنا لي سيريال ولفنا الحبوب. كي نجيو نشوفوا ما كانش يجوز نهار ما ناكلوش فيه الحبوب، يا لو كان ناكلو شويه تاع الخبز. دونك تتمثل في اننا نحبسوا الحبوب اللي يكون فيها الجلوتين. الحبوب اللي يكون فيها الجلوتين هي القمح بالدرجه الاولى فيه بزاف جلوتين، الشعير، الجودار اللي يقولوا له ثاني بون الجودار سي
عنده اسم بالدرجه بصح راح لي دوك الا كان صراحه ولا ما نعرفوش معليش الجوده اون لو كونسون بزاف. وعندنا ثاني تريتيكال اللي هو تصلب يقولوا له ان كروزمون ما بين الجودر والقمح. دونك والاروز الاروز لا لا باغ كونتخ الاروز البني يقدر يكون فيه باسكو سي دي فاريتي. الاروز ما فيهش، الاروز البني يقدر يكون فيه كميه شويه. وكاينه نقطه واحده اخرى سي الشوفان لافوان. الشوفان ما فيهش، هو ما فيهش الجلوتين كتركيبه ما فيهش، بصح احنا عندنا في الجزائر كي نغرسوا الشوفان ديما نغرسوه اون روتاسيون، معناتها نغرسوا في بلاصه كان فيها القمح من قبل ولا كان فيها شعير من قبل، ولا الا كان ماشي اون روتاسيون نغرسوهم قدام بعضهم. دونك اي بلاصه تروحي تشوفي هنا مغروس الشوفان تلقاي فيها قدامها القمح ولا الشعير ولا راح ياثر على راح ياثر باغ بوليسيون راح ياثر، يقدروا يجوزوا دي جان كودون اللي راحين يخليوا الشوفان يكون فيه لو غلوتين. على هذاك الشيء كاين بزاف مختصين في التغذيه يحكموا كي يديروا لي ريجيم يعوضوا لي سيريال هذوك بالشوفان. نحكم نعوض خبز عادي، ما يكونش هناك تحسن، ما يكونش هناك تحسن. دونك كاين بزاف دي زيتود اللي يقول لك كاين دي بروتيين في الشوفان اللي يشبهوا بزاف لو غلوتين، دونك يديروا نفس الرد الفعل. لكن هي الاصح انه هذاك الشوفان راح يتاثر بالمساحه اللي تغرس فيها، بالمياه اللي تسقى بها ايتترا، لانه المياه تمشي وتمشي معها هاد لي جان كودون. اكيد نتوقفوا عند هاد النقطه. ماسيليا واش رايك نفتحوا المجال للمكالمات الهاتفيه للناس اللي ربما يعانيوا من هذا المرض او حابين يطرحوا تساؤلاتهم عليك ولا حتى يقدموا لنا شهاده حيه في هذا الموضوع؟ نذكركم برقم الهاتف الظاهر اسفل الشاشه 023 71 98 71 هو رقم البرنامج. لا تترددوا اتصلوا بنا وبالاخصائيه اللي راهي معنا وراح تجيب على التساؤلات تاعكم. اذا اول نقطه الابتعاد عن هذه المواد في هذه الحالة، هل يعني متوفر في السوق الجزائرية مواد عجائن خالية من الجلوتين؟ وكان نقول لك قبل ما نروحوا للسوق واش متوفر فيها، نقدروا نعوضوهم باشياء عاديه اللي مام الانسان اللي ما يكونش عنده هذا المرض يتناولها، احنا كامل نتناولوها كيما الارز، كيما كاين لي ليغومينوس، كيما الحبوب هذيك كيما اللوز الجوز شغل كامل واش ما كاش في هذه الحبوب، سيتادير كامل واش نحيناه، المنافع كامل اللي راحت لنا مع الحبوب اللي نحيناهم، وكان نحوسوا عليهم في لي ليغوم في لي فروي. انا كنت حابه يعني قبل ما نروحوا للبدائل الطبيعيه كنت حابه نعرف اذا كاين عجائن يعني عجائن دون جلوتين باش نقعدوا دائما في القمح. هي كاينه بصح ما ننصحش بها بزاف. كاين عجائن من القمح لكن سون جلوتين ينحوا لها الجلوتين، كاين عجائن من الشعير لكن سون غلوتين ينحوا لها الغلوتين، بصح انا ما ننصحش بها بزاف، ما ننصحش انه الناس ياخذوها بزاف، لانه في لو بروسيدي تكنولوجيك تاعها معناتها في المصنع باش نحوا الغلوتين، لو بروسيدي اللي يستعملوه راح يخلي هذاك لو برودوي هذاك الغذاء يكون فيه بزاف زوج معادن اللي يقدروا يكونوا توكسيك بور لو كور، هما لارسونيك ولو ميركور. لارسونيك والميركور حنا عندنا في الجسم لكن بكميات صغيره جدا، وكاين بزاف دراسات ورونا بلي الناس اللي يتناولوا هذه الاغذيه سون غلوتين بزاف يطلع عندهم لارسونيك دو فوا عند الانسان العادي، و70% اكثر تاع الميركور في الدم في كان اثر على الدماغ الميركور بدرجه على الدماغ خاصه الحوامل. اكزاكتومون سي بور سان بعد نلقاوهم بلي يقول لك كي بدلت لو ريجيم سون غلوتين هذا جاني صعيب وليت ننسى، كاين بزاف ناس يقولوا لك وليت ننسى ولا ما وليتش نركز مليح ولا هذاك سي لو طو دو ميركور. دونك انا واش ننصحهم؟ ننصحهم يروحوا يستبدلوهم اغذيه عاديه كيما الروز كيما لي ليغوم كيما لي فروي. شحال مهمه النقطه اللي قلتها لك، يعني داتنا الحديث عن يعني مخاطر استهلاك هذا المواد يعني الخاليه من جلوتين بطريقه ما نقولكمش ما تستهلكوهاش اطلاقا بصح نقصوا منها ما تخلوهاش تكون شغل غذائكم الرئيسي يعني تكون يكون استهلاك عقلاني بالك حتى اذا شهى ومقارون ولا احنا لبنا فصل الشتاء الناس يحبوا مقارون حمار يحبوا يعني اذا نعاودوا نولوا الان للبدائل الطبيعيه للقمح والمواد الغنيه بالجلوتين. تحدثي عن المكسرات، المكسرات لي فروي لي ليغوم اللحوم كاين بزاف لحوم، كاين ثاني الذره المايس، الذره يجيب لنا كامل الفوائد اللي كاينين في القمح في الشعير في كامل الحبوب، وثاني عنده لا بارتيكولاريتي سيكو يقدر يتحول اون فارين فاسيلمون، يقدر يتحول فارينه بطريقه سهله ويتعجن ويطيب ويدير لنا بلان دو غاتو ولا الاشياء اللي يقدروا يحبوا يطيبوها. عندنا ثاني حاجه اللي لازم مليح ياخذوها هي الاسماك، لانه الاسماك تجيب لهم لي زوميغا 3 باش تعوضهم على كامل واش راح في كامل الفيتامينات الاخرى اللي راحت في الحبوب، وثاني باش تخلي تثبط شويه عمل الميركور والارسونيك اللي حكينا عليهم. وإلا
كان رم يتناولوا أغذية ولا عجائن بدون غلوتين. أكيد. إذن مشاهدينا نستقبل مكالمة هاتفية. الأكيد الفقرة عندها صدى كبير عند المشاهدين. صباحكم سعيد، أهلا بكم. صباح الخير. إذن انقطعت المكالمة للأسف. نعود نولو نستقبل مكالمات أخرى لاحقا. نعود نولي ليك، هذا كملنا مع الأغذية اللي نقدروا نعوضوا بها القمح والعجائن. هذه هي الأغذية. نعم هذه هي أبرز الأغذية. نروح لنقطة أخرى، كاين بزاف ناس يحبوا يتبناوا نظام غذائي جديد، خلينا نقولوا ماشي صحي، راح يتخلوا مع السكر، يتخلوا عن الدهون، ويتخلوا أيضا على الجلوتين. الجلوتين الأصحاء يسحقوا الجسم تاعنا؟ ماشي يسحقوا، سي با ان بوزوان، سيتادير ماشي احتياج. الجلوتين هادو بروتينات كاينين في البذور، في الحبوب، لكن هو ماشي احتياج. لكن واش نعرفه في ريال سكو، هو حاجه الا كان عند راني في صحه جيده نقدر نجوزها، نقدر نفككها، نقدر ما يصرالي والو. وعلاش ما نستغناوش عليه كي نكونوا في صحه جيده؟ لانه واش يجي معاه هو اللي نسحقوه. مثلا الا كان انا نهضروا على قمح ولا على شعير، ولا انا ماشي الجلوتين اللي نسحقه، انا نسحق واش يجي مع الجلوتين. انا نسحق مثلا فيتامين بي، انا نسحق فيتامين كامل الفيتامينات اللي يكونوا في الحبوب. يلا استوقفك لحظه مسيره، نستقبل مكالمه هاتفيه. صباح الخير. صباح الخير. يبدو ان المقاطعه المكالمه انقطعت لثاني مره. الاكيد يعني كنوضوا صباح ونجي نخدموا في هذا البرد، الهضره ماشي غير تتلف ماسيليا. اذا صباح الخير. يبدو انه المكالمه انقطعت للاسف. نعاود نولوا الفيتامينات اللي تجي في هذه المواد المصاحبه للجلوتين، واللي كي نتخلاو عليهم راح نتاثروا. اذا هضرتينا على بعض الفيتامينات. كاين بزاف انواع بروتينات اصلا في الحبوب. السكريات المركبه اللي نلقاوها في الحبوب هي سكريات ذو جوده. الالياف اللي نلقاوها في الحبوب هي الياف ذو جوده. وكاين بزاف لي فيتامين، مغنيسيوم، الزنك، الفيتامين بي، كاين بزاف فيتامينات اللي نحتاجوها كاينه في الحبوب وحنا نحتاجوها في حياتنا العامه. وكاين نقطه ثانيه واحده اخرى، انسان كيكون بصحه جيده ويحكم يحبس الجلوتين هكذا باسكو سمع باللي الجلوتين ماشي مليح وكلش، واش يقدر يصرالو؟ سيك هو يلفا بروفوكي هذيك لانتوليرونس، لانه الجسم حيوالف ما كاش الجلوتين. تما نهار اللي يتشهى ياكل حاجه تاع جلوتين راح يلقى الجسم تاعو نسى كيفاش يجوزها، دونك كيفاش حيفككها ولا حيجوزها؟ على داك الشيء اللي نقولوا هاد لي زاليمون اللي خرجوا في المصانع هاد السنين الجديده، سون جلوتين، سون لاكتوز، 0%، سون منا، هادو مديورين لفئات معينه. ما نقدروش اي فئه نبعتوها تاخذهم، هادو مديورين الفئات اللي هي ما تتحملش هذا المركب. قد ما ناكل بطريقه عاديه قد ما مليح. اكيد. يلا الان نستقبل مكالمه هاتفيه. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم سيدتي، اهلا بك، رفعي فقط صوتك تعيشي. نعم معليش، انا ام ياسمين من الجزائر العاصمه. مرحبا بك ام ياسمين، عندك سؤال في الموضوع؟ عندي سؤال، عندي وليدي الكبير دائما واش يشرب واش ياكل كاع يبدا يقول يوجعني الكولون تاعي، دار راح عند طبيب غاسترو حاطه له ادويه ديما يتالم. هو نحيف ماشي رقيق، يوزن في عمره 32 سنه، يوزن 64 هكا، ونقول لك عندي يوجعني في الكولون، ياكل ما يقدرش ياكل الخبز، ما يقدرش بصح جامي دار لي زاناليز على السيلياك ولا ولينا في الماكله ولي تحصلت واش نطيب له واش ندير له، ندير له يقول لي او ياثر عليا او يوجعني ما رقدتش كاع في الليل. كي رحنا الكاسترو راح جوز كاع دار كاع شخص له كاع، قال له دير ريجيم دير دار بصح يقول لك يعود يوخر على الاكل، يقول لي ما نقدرش ناكل عجائن ما نقدرش. صافي حبيت نسقسي طبيبه واش حيدير لي زاناليز ولا كيفاه باش يتاكد ولا عنده سيلياك. وقادي معنا ام ياسمين راح تسمعي الاجابه تاع ماسيليا. باش نجاوبها حبيت نعرف يعني هي قالت بلي راحوا داوه ديجا عند غاسترو،
دونك ما على باليش واش صرا ولا واش قالوا عند الغاسترو. هو راح عند الغاسترو، الغاسترو قالوا حبس العجائن ونقص في الوزن فقط. حبس العجائن ونقص في الوزن، هذه تقدر تكون عندها علاقه بعده امراض ماشي غير بالسيلياك. الا كان دار دوك في الحاله اللي دار فيها الغاسترو لي زاناليز اللي يلزم، لي زاناليز اللي يلزم شنو هما باش نجاوبها، نديروا اينوندوسكوبي ونشوفوا لداخل جدار الامعاء اسكو راهو مخرب ولا لا لا، ونديروا لاناليز اللي اسمها انتيكور انتي ترانسغلوتاميناز. دونك هذه هي لي دو زاناليز اللي نديروهم باش نتاكدوا نحيو لا مالادي سيلياك. بصح الاعراض اللي راهي تحكي عليهم الاخت والنصيحه اللي عطاها لها الغاسترو ما تعنيش غير لا مالادي سيلياك. هاد الاعراض نلقاوهم في لا مالادي سيلياك، نلقاوهم في اون مالادي تشبهها يقولوا لها لا مالادي دو كرون، نلقاوهم ثاني في لو كولون نيرفو، حتى عند الكولون نيرفو نقول لهم نقصوا العجائن ونقصوا في الوزن. دونك هنايا كاين عده امراض اللي تقدر تكون دونك ما نقدوش نقولوا لها ها واش توكليه ولا بلا ما نتاكدوا، من الاصح انها دير هاد لي دوز اناليز باش تتاكد. اكيد. نعاودوا نروحوا لنقطه اخرى، مالادي سيلياك هذه ولا مرض السيلياك، هل مع مرور الوقت المريض هذاك يشفى منه ولا هو مرض مزمن يعني يرافق حياته كامل؟ هو يشفى منه ما كاش كيفاش، سيتادير الا كان حبينا نقولوا يشفى يعني تساوي واللي ياكل جلوتين بلا ما يدير والو في 2023 مازال ان شاء الله يوصل هذاك النهار، بصح مازال، بصح يقدر يتعايش معه بطريقه جيده كي يتبع الريجيم تاعو سون غلوتين، كي يتبع حميه غذائيه بدون غلوتين. اذا عندنا اتصال ثاني ماسيليا، نستقبلوا هذه المكالمه الهاتفيه. صباحك سعيد سيدتي، مرحبا بك. خير اخت فريال، مرحبا بكم وشكرا لكم على الموضوع هذا الهام جدا، يعني راه منتشر بزاف في المنطقه يعني خاصه في الجزائر. العفو، اذا عرفينا بنفسك ومن اي ولايه راك تعيشين؟ انا ام سليم من المسيله. مرحبا بك ام سليم وتحيه حاره لسكان المسيله. شكرا شكرا. عندك سؤال؟ عندي، انا عندي زوج اولاد، عندي بني الكبير ربي يرحمه حكم سوريا في 85. ذاك الوقت كنا ما نعرفوش بزاف. اذا حبيتي تشاركينا التجربه تاعك. ايوا، عندي طفله صغيره ردات في صندوقها وكانت تسول يعني تحكي من 6 اشهر. كانت في عمرها 6 اشهر، 6 اشهر جاو هذه. نعم. ارفعي فقط الصوت تاعك سيدتي ما راناش نسمعوا فيك مليح. هي قلت لك عندي طفله صغيره تاهي 28 سنه في عمرها دوكا. الله يبارك ربي يعيشها. عايشك فيها. اوكي. إذا الصوت راهو يتقطع. عمرها قلت لك في 29 شهور حكمتها السيلياك، 9 شهور. 9 شهور كيف قلتي لها باللي عندها السيلياك؟ عندها السيلياك، باسكو ديجا عندي خبرة فيه وشايفة اللي عندها في لافامي. ديتها البيتياخ تاع القسنطينة وعينوا بينا لا بيوبسي. داو السيلياك ودوكا راهي تجي لسانجليتان. دو فوا تسخفك على بالك. إي بصح دوكا سانجليتان كيما نقولوا آفي. واش تعطيها تاكل؟ وشنو هو النظام تاعها؟ حبينا نعرفه. ندير لها الكسرة، ندير لها فيها القبال مايس، ندير لها فيها الحبوب كيما العدس كيما زريعة الكتان، نرحيهم نخلط لها شوية بطاطا ثاني مجففة وملحية. اي ونمشي لها لي فارين شوية في شاخ كيما نقولوا غاليين. احنا حكينا فارينة الأرز، واش تشري لها ثاني؟ فارينة الأرز، فارينة تاع اللينات، ريجينات بوغ لي جاتو. مش احنا حبينا نتكلموا دوكا على الغلاء، الغلاء. اخت فريال، احنا غالي بزاف الماكله تاعهم، يعني حبينا ولو ان يعني الدوله تهتم بهم شويه. صحيح صحيح. صحيح، خاصة انها ربما تتشهى ايضا هاد الطفيله. كيفاش توجهيها يعني كي تتشهى تحب تاكل مع صحاباتها برا؟ ندير لها تدي معاها. نخدم لها لي كاطو، نخدم لها اطباق كي تتقى تدي معاها لونجات لي تخاف. اكيد. ما سيدي عندك سؤال حبيتي تدخلي؟ انا حبيت نسقسي الاخت برك، ولا كان الطفله هذه راهي متعايشه بالريجيم تاعها بطريقه عاديه، ما عندها، ما راهيش فشلانه عيانه تعبانه عندها اعراض هكذا. هي تتعب ساعات ساعات تتعب جهه لاميني دي فوا تكون تعبانه صح يعني جد. ربي يعطيك الصحة، شكرا على هاد يعني انك شاركتينا هاد التجربة الحية مع
الطفله تاعك ربي يعيشها لك ان شاء الله وربي يطول في عمرك انت ايضا. شكرا على هذا التفاعل الصباحي. نعود نقولوا للاستوديو عيانا تعيا بزاف في هذه الحاله، كاين اجراءات اخرى؟ كاين اجراءات هنايا ناكد على كامل مرضى سيلياك انهم باغ اكزومبل خطره في العام يالوكم مينيموم خطره في العام يحكموا يديروا لي زاناليست تاع كامل الفيتامينات والمعادن اللي يقدروا يديروهم لابوغاتوار، يروحوا يديروا ان بيلون كومبلي باش يتاكدوا، لانه الاخت كيما راكي تشوفي دوكا راهي متهليه فيها، دارت لها واش تحط لها يبارك، اي شريت لها كامل لي فارين ولا الاغذيه اللي تكون بدون جلوتين وتكون فيها منافع ليها، واي تسيب كيما نقولوا احنا توازن الاغذيه تاعها قد ما تقدر، بصح مع هذا الشيء الطفله راهي تعاني قالت لك من داك انيمي من داك تعيا من داك تفشل. دونك انا ننصح انه لانه ما كاينش كيفاش ما يتخربش جدار الامعاء، دونك خطره في العام على الاقل يحكموا يديروا ان بيلون كومبلي الكامل المعادن والفيتامينات اللي نقدروا نديروهم باش نشوفوا وين رانا ناقصين، باش نشوفوا واش من مكمل غذائي ناخذوه. اذا تاخذهم على شكل مكملات غذائيه؟ على شكل مكملات غذائيه. يعطيك صحه ماسيليا، كنت ضيفتنا اليوم للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا، على امل ان يتجدد هذا الموعد معك الأسبوع المقبل إن شاء الله.